بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير. نرحب فيكم في دورة جديدة من الدورات اللي تقدمها وزارة شؤون الإعلام. وزارة شؤون الإعلام حاليا تعمل على تقديم مجموعة من الدورات عن بعد بما يخدم المواطن البحريني والإعلام البحريني والموظف البحريني في قطاع الإعلام. طبعا دورتنا إن شاء الله بتكون على مدى يومين. دورتنا لهذا اليوم راح تكون إن شاء الله اللي بحكم معاكم فيها بتكون عن توثيق الإنجازات عبر كاميرا الهواتف الذكية، واللي ما نطلق عليه إحنا حالياً نطلق عليه صحافة الموبايل. ولكن خلنا نبدأ أعرفكم بنفسي. أنا أخوكم مهند نعيمي، صحفي منذ 2002 في مملكة البحرين، حاصل على البكالوريوس والماجستير في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني. عملت بأكثر من منصب. بديت حياتي لكم في صحيفة الأيام كصحفي، بعد انتقلت للعمل في العمل الرسمي والحكومي في مكتب سمو الشيخ محمد بن مبارك في 2008. في 2011 انتقلت للعمل في وكالة أنباء البحرين كمدير الوكالة، ومؤخراً عينت قبل سنتين كمستشار الاتصال والعلاقات الدولية في مجال التدريب. صار لي فترة طويلة صراحة، من 2012 تقريباً دخلت مجال التدريب الإعلامي. ما أخفيكم سر، أنا متخصص مجالي فقط لمجال الإعلام الإلكتروني أكثر، والسوشيال ميديا. أعمل حالياً كمستشار مدرب في أكثر من دولة غير البحرين، سواء في مؤسسة أوبك في الإمارات وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان في السعودية، إلى جانب كوني كمحاضر في الجامعة الأهلية في مملكة البحرين كأستاذ للصحافة الإلكترونية. لي قصة طويلة أنا مع التليفونات. طبعا اللي يعرف مهند أو اللي ما يعرف مهند، أنا لي قصة طويلة من 2009 بدأت علاقة العشق على قولتهم والحب مع الهواتف الذكية. في 2009 يوم بدأ البلاك بيري أو جهاز البلاك بيري، كانت تستخدم مجرد الإيميلات أو البزنس، استخدام البزنس فقط كاستخدام شخصي أو البزنس كرجال أعمال. في هاللي جت الفكرة أول ما طلع الماسنجر كشات، كنا متعودين قبل لحق بعد الفترة كان على الماسنجر العادي الامسن أو بعض التطبيقات الثانية. فكانت الفكرة شلون ممكن أنا أطوع الموبايل أو أستخدم الموبايل في خدمة الناس، أو شلون ممكن نستغل الموبايل لإيصال الأخبار حق الناس. فهني من هني بدأت فكرة إنشاء أول مجموعة أخبارية، كان وقت اسمه خبر عاجل، كان اسمه جروب مهند. صارت لها قصة طويلة دي التجربة، لكن الحمد لله أفتخر أن دي التجربة مسجلة في عند مؤسسة التواصل الاجتماعي المعروفة، إن هي كأول تجربة في الخليج والشرق الأوسط في مجال صحافة المواطن عبر الموبايل. وهاي الشيء اعتز فينا أنا كشخص بحريني، اعتز إن هالشيء موجود، نحن كان لنا الفضل في تأسيس هذه الثقافة وهذه الفكرة. طبعاً من جانب أدبي الحمد لله لي مجموعة من الإصدارات كلها متخصصة في مجال الصحافة والإعلام، وإن شاء الله قد أعمل حالياً إن شاء الله انتهاء مشروعي السادس، ويتعلق إن شاء الله بتاريخ إذاعة البحرين من 1940 إلى اليوم. وأتمنى إن شاء الله اللي حاب يحصل جزء من النسخ من هذه الكتب متوفرة أونلاين مجاناً، واللي يبي يدفع بعد يقدر يدفع، ما عندي مشكلة، بس هي متوفرة حالياً. أنا الهدف منها كان توثيق التاريخ وإيصاله لأصحابه من المهتمين والمختصين. إني حق دورتنا اليوم، شو الأشياء اللي نبي نركز عليها، شو الأشياء اللي بنتكلم عنها، شنو ممكن نتعلم. عرفنا دورتنا لمدة يومين، بتكون اليوم وبكرة إن شاء الله. راح نحاول، يمكن الوقت شوي قصير صاير ضيق علينا، لكن نحاول على عجالة في أشياء راح نستعين فيها بلينكات، في أشياء راح نطبقها عملي، لكن الأساس راح نتكلم عنه. شلون أستخدم الكاميرا؟ عندي كاميرا تليفوني، لكن شو الاستخدام الأمثل لها؟ شنو التطبيقات اللي ممكن أستفيد منها وأستغلها؟ هل في تطبيقات خاصة بتضبط لي الإضاءة والصوت؟ زي إذا أنا حابة أن أصور فعالية أو إيفنت أو أغطي مؤتمر معين أو حدث معين، هناك بعض المهارات الأساسية أو البسيطة في مجال التقديم، إعداد خطة عمل. بعرف لما بروح أصور شيء إيفنت أي شيء بصير بصوره لازم يكون عندي خطة، سواء ما كانت مكتوبة على الأقل كن عارف شنو أنا أبي في الموقع، وبنعرف شنو إشكاليات هذه الخطة وين نقاط القوة والضعف في هذه الخطة. إذا أنا رحت وما سويت خطة شنو ممكن يصير، وشنو ممكن يصير إذا سويته. هذا بكم مجمل لما إن شاء الله راح نكون معاكم خلال اليومين، إن نستعرض فيه هذه النقاط، وإن شاء الله إذا في أشياء إضافية راح نحاول نتواصل حتى على المستوى الشخصي، أو نخصص إن شاء الله يوم، راح نفكر نخصص يوم يكون كاستشارة فقط لمدة ساعتين أو ثلاثة،
راح نرتب معكم بكره ان شاء الله، نعطيكم الرابط والترتيب، نخلي نوع استشاره مفتوحه لاي شخص ممكن يدخل في اي وقت ونجاوب على بعض الاسئله اللي شو اسمه اللي حاب يستفسر عنها. نعرف ان العدد المشارك كبير، يمكن احيانا بعض الاشياء ما تاخذ حقها، لكن ان شاء الله بنحاول نعوضكم بطريقه ثانيه ان احنا نسمح للكل يتواصل لمده تخلي يوم واحد يقدر يتواصل بحيث نجاوب على بعض الاسئله الشخصيه اللي ممكن تساعد او تطور مهاراته في هذا المجال. طبعا اليوم احنا بس بدينا 12 وربع، ان شاء الله من بكره بنبدا 12، نكسب ربع ساعه وايد مهمه بالنسبه لنا نقدر نستغلها، بتكون ان شاء الله المحاضره عن مده ساعتين لساعه ثانيه الظهر ان شاء الله. هنا بنفعل شوي، احنا بنفعل الشات اللي عندكم. لو سالتك سؤال عندك اربع اسئله قدامك في الشاشه بتشوفهم، وكل جواب او كل سؤال عليه نقطتين ونص. لو قلت لك ما مدى خبرتك، شنو خبرتك في تطبيقات الهاتف، تطبيقات بشكل عام بدون تصوير، الابلكيشن اللي في تليفونك ايش كثر تشوفهم سهلين لك؟ اثنين، هل انتجت افلام قصيره من قبل، سويت مقاطع قصيره؟ ثلاثه، هل عندك خلفيه عن التصوير، اساسيات التصوير بشكل عام؟ اربعه، هل انت فعلا تستخدم كاميرا تليفونك حاليا في الشغل حق توثيق الشغل مالك او لا؟ ابي تكتبون في الشات كل واحد يكتب لي من 10، كم تشكلك دي الاسئله من 10؟ واحد يقول لي والله السؤال الاول 2، السؤال الثاني 1، السؤال الثالث 0، عطني المجموع، خلينا نشوف في الشات يلا. كم المجموع؟ تقدرون تكتبون في الشات ها؟ حلو، 5 9 10 6 ما يمنع، حتى لو واحد ما يمنع. ممتاز، اذا هذه اقول لك الارضيه اللي احنا نبدا فيها مع بعض وننطلق فيها مع بعض في محاضرتنا لهذه على مدى اليومين او دورتنا اللي على مدى اليومين. الاخوان الحين حاليا في الاي تي، انا الحين قاعد اجوبه هناك، اوكي حلو. في مجموعه من البرامج ان شاء الله راح نشتغل عليها مع بعض، سواء انا فكرتنا ان كل يعني كل 5 سلايدات او 10 سلايدات على الاقل نطلع نسميه فاصل او بريك، ناخذ فيه برنامج معين اللي ممكن يساعدني او يسهل علي مهمتي في العمل. فالحين الاخوان في الهوست في الاي تي راح يحطوا لكم في الشات لسته قائمه بالبرامج اللي راح نستخدمها حق هذا اليوم. فهذه مجموعه اللي قاعد نكابتشر، لكن الحين ان شاء الله بحط لكم في الشات مجموعه من شو اسمه من البرامج اللي راح نستخدمها معاكم على مدى يومين. انزين، هني سؤال، التليفون حاليا شنو يقدم لي من خدمه؟ نبي نكتب في الشات. التليفون حاليا شنو يقدم لنا من خدمات؟ واحد يقول لي والله خرائط جوجل مثلا، جوجل مابس. بعد شنو يقدم؟ خلونا نكتب في الشات. تواصل اجتماعي، نوره. حلو، بعد. تصوير مريم جلال. تصميم، تصوير، مونتاج، تواصل محمد دوسري. تواصل تسويق، كل الخدمات يمكن استخدام استغناء عن اللابتوب، تواصل مع الاهل، سكرتير تنفيذي. يوسف المعتز كل شيء، اخبار سريعه. بديل عن كل اجهزه تقريبا. سيد علي يقول العالم كله بيديك، جزء من حياتنا، بث مباشر. برنتنج، سكاننج. تواصل، تخلص معاملات، اطلاع، علي الصقر، تقضية وقت، حمد في الدعاية، حفظ المعلومات. شيخ الدوسري تقول حفظ المعلومات ولحظات مهمة يشمل أغلب الاحتياجات. شيخ الكعبي هل بس تكون سوشيال ميديا، سوشيال ميديا فوتوز ايفريثينج. اوكي، تصميم، مكتب افتراضي. إذا احنا عارفين شنو قيمة الشيء اللي بيدينا، عادة الواحد يكون عنده كثير من الأشياء في حياته
لكن مو عارف قيمة ذي الشيء. لكن إحنا ما دام إحنا عارفين وكلنا من خلال الكلام اللي قاعد نكتبه ونشوف نقرأ منكم كلكم إن إحنا عارفين إن قيمة الجهاز اللي في يدي. ولكن وين الخلل؟ الخلل يكمن إن أنا شلون شلون أنا ما قاعد أستغله صح، سواء كان مستوى بزنس شخصي، على مستوى تدريب، على مستوى دراسة، على مستوى حياتي، على مستوى الأسرة، على مستوى إذا عندي إنجاز ما قاعد يخلص. فإذا إحنا عندنا أداة بين يدينا، كان المهم إن نوصل للرسالة. إحنا عارفين، أنا عارف قيمة ذي الشيء اللي في يدي، لكن أبدأ أقيم بعدين في المرحلة اللي بنشوفها قدام، نقيم إيش كثر أنا قاعد أستغل ذي الشيء. يعني تكتب لستة من الإخوان، الإجابات اللي حطوها إخوانكم وأخواتكم في الشات، لو تكتب لستة إيش الأشياء اللي أنا ما قاعد أستخدمها حالياً، فهني أبدأ أقيم أنا كل ذي الخدمات وين قاعد توصلني، وين أنا قاعد أستغلها. مثل ما قدمت وتقدمت أشياء وايد موجودة ذكرتوها في موضوع التخزين، آي كلاود، فيديو، صور، صوت، إلى جانب الأشياء اللي ذكرتوها كامل في مجال عمل. هني الحين نسأل، إحنا نتكلم عن صحافة موبايل أو تليفون في كاميرا، أبي أوثق إنجازي، لكن لازم أنا أعرف بعد شنو إنجازاتي، شنو قاعد أشتغل أنا، حق شنو بوثق؟ هل مجرد رحلات، مجرد مؤتمرات، فعاليات، عندنا زيارة رسمية، عندي ندوة في المدرسة، عندي فعالية، عندي بروجكت تخرج، عندي مشروع طلابي، عندي دراسة معينة، أقدم خدمة حق مؤسسات أو جهات كخدمة إعلامية كفريلانسر مثلاً، أنا مجرد ناشط اجتماعي أو فاعل في المجتمع فحب أن أوثق الأنشطة الجمعية، أنشطة النادي، أنشطة القرية، فأنا شلون أستفيد منها؟ فلازم أنا أعرف بالضبط شنو أنا أبدي أوثق عشان أعرف أحدد مساري وين قاعد أمشي. حتى في أدواتي راح أحددها صح، في كل شيء راح أحتاج، كل شيء أحتاج له تولز معينة أو أشياء معينة اللي ممكن أستفيد منها. لكن ليش نوثق؟ إني السؤال، إذا أنا أول سؤال جاوبناه نعرفنا إحنا قيمة التليفون. اللي تابع حالياً السوشيال ميديا، ما بتكلم إعلام صحافة ولا كلام رسمي، اللي تابع في السوشيال ميديا إن هناك ما بنقول جاب أو مسافة، في ثغرة موجودة. الذكي والشاطر اللي قاعد يسكر بالثغرة ويتواصل مع المتابعين مالينا أو قاعد يتواصل مع جمهوره. كثير من الناس دائماً الكلمة اللي دائماً على لساننا، إيش سوونا؟ سوت الوزارة، سوت الشخص الفلاني، سوت الشركة الفلانية، أنت إيش سويت؟ فإذا شنو الحل؟ الحل إن أنا لازم أوصل حق الناس، عندي رسالة، عندي هدف، قاعد أحقق إنجاز، لكن ما قاعد يوصل. فمن شيء يدور إن أنا شلون ممكن أستغل تليفوني في إني أوثق هذه الإنجازات وأحرص إن أخليها توصل حق الجمهور، بحيث إن الجمهور صعب يقول والله أقنع أوصل حق قناعة تامة عن كل الجمهور إنه ما حققت إنجاز عند الكل، أو الكل يعرف شنو إنجازاتي، لكن على الأقل أكون موجود، أكون عندي الداتا. كثير من الناس مثل ما يقول مثلا قضيتك ناجحه محامي خالص اسمه محامي مبوكي مثلا، فنفس الشيء انت عندك قضيه ناجحه، عندك انجاز، لكن مو عارف توصله، انت كنفسك كشخص مو عارف توصل للانجاز. فهني يد دور التطبيقات اللي بنتكلم عنها، شلون قاعد تسهل لنا ذي المهمه اني انا اوثق انجازي واوصل حق الناس بالطريقه الصح في الوقت الصح في المكان الصح عن طريق التطبيق الصح. هني سؤال، حالياً شركات آيفون بناخذهم أو الأندرويد أو هواوي أو جوجل، أي شركات، موتوريلا، سامسونج، كل شركات التليفونات، على شنو تنافسون حالياً؟ خلونا نكتب، سامحوني بغربولكم نبي شوي عمل شو فيه، على شنو؟ التقنية، شيخ الدوسري يقول شم مبارك يقول كاميرا، كاميرا، دلال بلوشي يقول كاميرا، نور عبدالله تقول جودة التصوير، لما التميمي كاميرا، مبيعات، الحجم، شيخ الدوسري يقول الحجم، جودة الصورة، كاميرا، حلواش يقول مانع جودة التصوير، اهتزاز، تقنية حديثة، كاميرا، حسين محمود، وفاء، محمد كسب الجمهور، حمد التوفير، ايش نقصد حمد التوفير؟ اوكي، خصائص ومميزات، السايز، عبد الله بجليع سايز، اوكي، ابراهيم بردولي خصائص الجوال، توفر الابلكيشن، حسن شريف، اوكي،
اوكي ما شاء الله مجموعه حديديه المجموعه اللي ويانا اليوم في الدوره. الرام ممري بتري حمد الحمر اوكي رائل خلف معالجه ما بعد الصوره اوكي الحمادي الشكل والتصوير والسرعه في البرامج عدد الكاميرات ولاء النجار محمد الدوسري الذكاء الاصطناعي زين الصراع الحالي اللي صاير طبعا بناخذ في اختلاف وجهه نظر في الموضوع لكن الصراع وين موجود؟ الصراع حاليا كل المنافسه الرئيسيه قاعده على كاميرا التليفون واحد قال لاحظ كلهم يعني واحد يقول والله زين البيت يتنافسون على البتري اقول له انا بالنسبه لي اول كنا كان عندي مشكله في البتري كنا نقول والله بتري زين بتري مو زين احنا يقول لا خليك بورتبل تشارج وخلاص ولكن التنافس الفعلي حاليا بين كل الشركات اول ما يطلع تسريب عن تليفون معين او في المؤتمر الصحفي لما يعلنون عن شيء معين في التليفون اول شيء يعلنون عنه الكاميرا الكل ينتظر ليش ينتظر ليش كل الشركات بدات تتنافس على الكاميرا لان ارتبطت حياتنا صارت كلها بالكاميرا انستغرام بس لازم استخدم كاميرا يوتيوب مقاطع انزل فيها فلازم استخدم كاميرا سناب شات محتاج للفلاتر وعدسه فصرنا نشتري التليفون عشان كاميرته وليس عشان بتري او احيانا ممكن اضحي في الحجم او اضحي في الشكل مقابل اني احصل لي كاميرا وايد كواليتي او الكاميرا مالته مثلا 4K او تصويرها عالي الجوده او عندها الزوم او عندي خمس عدد الكاميرات مثل ما ذكروا من ساعه ان في اكثر من كاميرا في التليفون نفسه فاذا صار التنافس الرئيسي ان انا كشركه اتصال كيف اقدم؟ يعني اول كنا نفكر في البروسيسر ما بروسيسر وسرعه الجهاز وذي تلاحظون كم التليفونات اللي صارت بشكل خيالي موجود في السوق واحجام واشكال مختلفه موجوده حاليا قاعد اشوف في الشات الاخوان في الاي تي حطوا لكم اللينكات لينكات حق ايفون حق اندرويد موجودين بس لكن تختار شو اسمه في بعض البرامج يمكن ما تشتغل عندك حكم الستور مالك وين موجود كامريكا او بحريني او خليجي فاذا نرجع موضوع التنافس نعرف ان التنافس الرئيسي حاليا كله على الكاميرا صار الكل يطور سناب شات نجح بسبه العدسات بس العدسات الفلاتر اللي يسويها كانت محتاجه كاميرا زينه طلعني احلى طلعني اجمل طلعني اضعف طلع رموش في عيوني فتتكلم عن الكواليتي هذه اول نقطه حاليا قاعد يصير فيها نسينا كل شيء فصار نجاح التليفون سواء على الصغير او الكبير يقول لك كاميرته وايد واضحه كاميرته وايد زينه ما قال لك بتري ولا قال لك سرعته ولا قال لك تطبيقاته ولا ينزل ولا انك تشرج بسرعه البقيه الاشياء صار لها حلول في لها حلول الشيء الثاني اللي تنافسون عليه هي التطبيقات اعتقد ذكر شو اسمه احد الاخوان ذكرنا في اشياء في وين موضوع توفر ابلكيشن التطبيقات اللي هو كان حسن شريف فقلنا الخطوه الاولى كانوا يتنافسون على كاميرا نجحوا في الكاميرا قدموا لي كواليتي وايد عالي صار في مبيعات فشريتها انزين هني النقطه الثانيه وهاي التنافس الفعلي الثاني اللي قاعد يصير بين الشركات اللي هو موضوع التطبيقات انا كمهند ولا كحسين ولا كفلان او كعبد الله او كخالد انا ما اعرف اصور انا ما اعرف امنتج نفس فكره سناب شات انا ما اعرف اسوي فوتوشوب اصور صوره واصور فيها اعدل فيها واخليه انظف الوي ولا اعدل صار يسوون لي فلتر جاهز فاذا انتقل مرحله التنافس الى موضوع التطبيقات ان انا شلون اسوي تمبلت او نماذج جاهزه ضمن تطبيقي بحيث المستخدم نفسه او الشخص نفسه مع ضغطه واحده يتحول الفيلم ماله كامل ضغطه واحده تتغير للصوره كامل تتغير ملامح تتغير تعابير يطلع له اي شيء وهني كان اساس نجاح بعض التطبيقات خصوصا في موضوع المونتاج كثير منا اللي حاضرين في الدوره اليوم وانا واحد بديت في المجال ما كنت اعرف شيء في المونتاج ما دخلت دورات متخصصه او وايد شو اسمه ادفانس في مجال المونتاج ككمبيوتر وذي دخلت في مجال الموبايل وحصلت مجموعه من التطبيقات وتطورت صار التنافس ان انا شلون اقدم تطبيق حق المتابع او حق المستهلك او حق الشخص المستخدم للتليفون بحيث التطبيق انه مجرد لما يختار مجموعه صور مع ضغطه واحده او كليك واحد يتحول لفيديو فاذا قلنا خلاص موضوع الكاميرا صارت تلاحظون كلهم مثلا موضوع اللايف في الانستغرام صار اللايف في تويتر صار اللايف
في الفيسبوك صار لايف في السنين، حتى موضوع الستوري صار كلهم يتنقلون، الكل يعتمد على الكاميرا. تتخيل كل التطبيقات بدون كاميرا، اللي بتصور بكاميرا عالية ويخليهم كلهم يفشلين. فبالتالي قلنا نجاح في جودة الكاميرا تنافس على مستوى تطبيقات ذكية تساعدني أنا كمستخدم أني شنو أني أوصل حق جمهوري وأقدم لهم. وقلنا الهدف من دي الأشياء في مجال صحافة الموبايل أو في مجال توثيق الإنجازات أن أنا كشخص أنا ما أعرف ما أخذ دورات، هدفي أني أحصل لي تطبيق يساعدني في توثيق إنجازي، تطبيق يخليني أسوي أحسن فيلم أو فيلم مستوى معقول، وممكن أطور نفسي خلال شنو أني أحضر بعض المحاضرات اللي تساعدني شنو تطور من دي المهارة الموجودة. كل التطبيقات مثل ما قلنا عندي كاميرا وعندي تطبيقات كلهم يتجهون لوين؟ يتجهون للسوشيال ميديا. فعندي منصات قاعد تغذيها هاي التطبيقات، وتلاحظون لما تطق اي ابلكيشن موجود لما تطق صار اوتوماتيك يختارك حتى الطريقه او التملا او الفورمات اللي تبيه، تبي على ستوري، تبي على صوره، تبي بالعرض، تبي بالطول، بحيث يتماشى مع شنو؟ عارف هو وين المكان اللي راح تتجه له هذه المنتج او المحتوى مالك راح يروح. في احد سمع عندي الكلمه من قبل؟ شات. هالكلمة سمعتوا عنها من قبل؟ موجود طبخة، عصير، كوفي، برنامج، دواء. بدون ما ندور في جوجل، ها؟ ما يحتاج، عادي ما عرفنا معه، مجرد للنقاش بس. برنامج، اوكي، مختصرات استخدمته؟ لا، حلو، زين. اني نقسم بالكلمه، هاي الكلمه هي اختصار محاضرتنا كامل، او اختصار تعريف ذي المحاضره او ذي التوجه او ذي الترند اللي ماشي حاليا في مجال السوشيال ميديا ومجال الاعلام، سواء على المستوى الرسمي او مستوى حتى الصحافه. موجو هي اختصار لكلمتين، موبايل جورناليزم، صحافه الموبايل. مصطلح بدا يطلع من 2005 تقريبا، بدا يبرز ذي الاسم انه كاستخدام الهواتف الذكية في مجال إيصال الرسائل أو المعلومات أو الصور، فأطلق عليه صحافة الموبايل، وهي اختصارها الموجو. فلما تروح تدور بعدين في النت وتكتب تحب تطور روحك في المجال، راح تلاحظ أن كثير ما يكتبون كلمة موبايل جورناليزم، يكتبون موجو، موجو تيبس، موجو توتوريال. في أشياء وايد تستفيد منها في مجال عملك اللي ممكن تطور، فعلاقة تكون عارف شنو ذي المصطلح، عارف شنو القصة ذي الاسم. فموجو هو اختصار حق موبايل، والجي او اللي هي جورناليزم، الصحافه. راح نتكلم عن صحافه الموبايل في عصر شنو؟ التقنيه. شنو هي صحافه الموبايل؟ قد يكون البعض يديد على ذي المجال او داش ذي الموضوع. صحافه الموبايل ليش اطلق عليه كلمه صحافه؟ الموبايل عارفين انه هو استخدام الموبايل. صحافه الموبايل هي نفس الفكره ان انا كصحفي اجمع اخبار وانشرها كنص في الصحيفه. في نفس الوقت صارت تحولت الى انا اجمع اخبار وانشرها لكن باستخدام هاتف ذكي او انه تابلتس كايباد او انه كانت اجهزه اندرويد استخدمها. في نفس الوقت محتواي صار هو هدف او دوري في هذا المجال، صرت ان انا اصنع محتوى باستخدام صوت، صوره، جرافيك، بعض الافكتس او المؤثرات اللي بحيث انا اوصلها حق شنو؟ حق جمهوري. فهذه ما يكون نطلق عليه صحافه الموبايل. من هو صحفي الموبايل؟ كل شخص يحمل هاتف سواء كان بأجر أو غير أجر، وراح نتكلم بعدين عن صحافة المواطن. من هو المواطن الصحفي؟ إذا أنا بروحي أصور وأنشر في موقعي أو حسابي في الانستغرام، هل أعتبر صحفي أو لا؟ وليش يطلق على هناك مصطلح جديد في ناس يتفقون معاه في ناس يرفضونه اللي هو صحافة المواطن، لكن صحفي الموبايل هو نفس الصحفي العالي لكن يستخدم تليفوناته في إنتاج مقاطع، سواء كبث مباشر او انتاج بعض المقاطع او المحتوى، ويقوم ببيعه او انه عن طريق تعاقده مع احد المؤسسات او بعض الجهات او بعض الحسابات في مقابل مادي. اذا بنرجع حق موضوع الموجه او الصحافه متى دخلت، مثل ما قلت لكم في 2005 كانت بدايتها. قبل كنا صحافه الموبايل تستخدم فقط في موضوع الاس ام اس،
كانت هاي بدايتنا. كان بالنسبة لنا اللي اشترك أول أيام أتذكر، إحنا مو كبار في السن، لكن بعض إخواني خالتي كانوا يتذكرون ذي الموضوع. شو كنا نشترك في بعض شركات اتصالات كبتلكو ولا زين وقتها، نحن بخدمة الأخبار مسجات. كان في أتذكر بعد زاج البرس أحد الشركات اللي كانت بحرينية موجودة كانت تقدم الخدمة. وكان شيء مهم بالنسبة لنا، الحين ما في تويتر ما في شيء، إن أنا قاعد في بيتي ويصلني مسج خبر عاجل مرسوم قرار شيء مهم قاعد نستفيد منه. فهي لها قصة في التاريخ، لكن فعليا بدأت في 2005 وبدأت كانت بداياتها أساسا على مستوى الرسائل النصية. ني السؤال حاليا، في جدل صاير بين الصحاف بين الصحفيين والإعلاميين أو حتى على مستوى المؤسسات، هل استخدامي للتليفون حاليا صار أمر مفروض علي أو إن أنا كيفي ما بيستخدم؟ الواقع حاليا قاعد نلاحظ حتى مستوى البحرين في كثير من الصحف استغنت حتى عن مستوى صحفيين، صار الاتجاه للصحافة المرئية وصحافة الموبايل أكثر، صار كثير من المؤسسات حتى على مستوى العالم بي بي سي سي ان ان وكالة أنباء رويترز فرنسية ألمانية كل وكالات بريد يدخلون البث بالموبايل. إن أنا خلاص ما أحتاج لا كاميرا، اللي كل يشتغل في المجال يعرف حجم المعدات اللي لازم أخذها سيارة وقصة، في المقابل أنا قادر أطلع من خلال تليفوني. زين وين المشكلة؟ إذا أنا صحفي وأكتب زين ومتمكن، هل ما زال لي مكان؟ المكان موجود لكن موقعك مهدد بالخطر. الوضع قاعد تشوف مستوى الصحافة والإعلام قاعد شوي على مستوى الكادر البحرية والكادر الوظيفي قاعد يقل شوي، بينما من اللي قاعد ينجح؟ اللي قاعد ينجح حاليا هو من اتجه لمجال ان انا شلون قادر انتج محتوى وقادر اروح فعاليه وايفنت واغطيها. صار اول يطلبون من الصحفي يروح يغطي المؤتمر مجرد بما انك الخبر طار شي باليمين. حاليا الصحفي تغير الوضع عليه، صار يطلب منه يصور صوره، صار يطلب منه يسوي لقاء، صار يطلب منه يود مايك ومعاه مصوره وانه بروح ياخذ بعض المقاطع. موظف العلاقات العامه اللي كان اول مجرد عندي فريق بس مجرد يكتب الأخبار وخلاص وشخص يروح مصور صور، تغير الوضع، صار يطلب منهم إنتاج زين ويعني صار في إشكاليات، نحتاج كمبيوترات، نحتاج أجهزة، نحتاج كاميرات، صار يقولون لا صور بتليفونك. أنا المحتوى مالي وين راح أروح؟ سوشيال ميديا، سوشيال ميديا يحتاج على الانستغرام 720 يكفيني شاشة كبر صغيرة، ما راح أحتاج لها كاميرات وأجهزة كواليتي عالي الجودة إلا في أشياء معينة بعض المشاريع. لكن في يعني نقاط عمل معينه او مواضيع معينه ما راح احتاج. فاذا صار الخوف حاليا او اللي يهدد الصحفيين حاليا والاعلاميين هو موضوع صحافه الموبايل، ان انا لازم صرت ملزم كصحفي او كاعلامي اني الم بابجديات او ابسط المهارات في مجال استخدام الهاتف العملي بما يخدم العمل او وظيفتي او طبيعه عملي او حتى مشروعي الشخصي او حتى النادي او الجمعيه اللي انا تبي اشتغل فيها. إيش كذا إحنا مستعدين حق ذي الشيء؟ ما في إنسان، ناس ما قلنا إحنا اتفقنا من أول محاضرة إن إحنا قد نكون فيها محترفين، في ناس مو محترفين. ما في مشكلة في الصوت؟ لا أوكي الصوت واضح. أوكي السؤال إن أنا مبتدئ داخل في محاضرة أو دورة عن مجال صحافة الموبايل، شو الأشياء اللي مفروض أنا أكون ألم فيها وأنا أدخل فيها؟ أول شيء على الأقل عندي بيسكس أعرف شو محصل معلومة، سواء أنا كنت صاحب المشروع أو لا كصاحب. على الأقل عندي أبجديات أني ممكن أصور، أن أكون كمصور. والشيء الثالث أني أكون فني مونتاج. فأنا أتكلم عن ثلاث عناصر رئيسية صارت هي طلعت لنا مفهوم الصحفي الشامل. تسمعون الحين هاي التوجه، في ناس يختلفون أو أن يرفضون ذي الشيء ويقول لك أنه والله الصحفي الشامل وجد عشان تقلل ميزانيه. الصحفي الشامل انا وجهه نظري هو الحل او الاتجاه اللي حاليا قاعد تاخذه معظم المؤسسات العالميه، ان انا اخلق شخص واحد موظف واحد قادر يعطي في اكثر من مجال. ما يمنع ان كل الموظفين العلاقات العامه ان توزع عليهم، صار كلهم الحكومه يمكن ادركت هذا الشيء مؤخره في قبل 10 سنوات 11 سنه تم استحداث مسمى اداري محتوى الكتروني. يمكن كل وزارة عندها شخص واحد أو شخصين حسب الهيكل الوظيفي. إدارة المحتوى الإلكتروني كان مهمتها بس الويب سايت، بينما الواقع حاليا اللي فرضته آخر 10 سنوات علينا فرضت واقع مغاير جدا. صار إدارة المحتوى الإلكتروني هو اللي يقوم بكل عملية إيصال الصورة أو إيصال الصورة حق الناس عن وزارتي عن مؤسستي. فاهتمامي بهذا الشخص
صار ضرورة ملحة في وايد جهات وايد مؤسسات أو سواء خاص أو عام ما يعون أهمية دي الشخص وش كثر قادر إنه يبرز الدور، شلون قادر دي الشخص إنه يوصل الصورة الصحيحة عق الناس عن طريق برودكت، عن طريق صورة، عن طريق منتج معين. والناس تطورت، قاعد تشوف محتوى في سناب في تويتر، شخصيات قاعد تبدأ، وإحنا في بعض البعض ما زال وراء متأخر شوية. فهني طلب مني أنا هل أنا مستعد؟ على الأقل لو مو بكون محترف في ذي المجال على الأقل أكون عارف أو ملم أو قادر أحقق 50% أو 60% اللي يخدم دوري في هذا المجال. إحنا عرفنا استخدامات الموبايل في مجال الصحافة والإعلام تأتي من أكثر من جانب، يعني في منهم الجمهور اللي ممكن بس مجرد يطالع شنو المحتوى الموجود، يشوف شنو الناس قاعد تتابع أو شنو الناس قاعد تحط له من محتوى. الجانب الثاني اللي هما المواطن الصحفي اللي هو مثل أي واحد فيكم عنده تليفونه، شاف حادث، شاف حدث، شاف لقطة معينة، قام صورها وحط هاشتاج عن البحرين، سواء شيء إيجابي أو شيء سلبي في حادث معين أو جريمة معينة أو قضية معينة، أو جانب إيجابي كإنجاز، كمؤتمر، كفعالية، كإيفنت، وقام نشرها وحط هاشتاج وطلعت. فهذه تبعي أنا مارست دور الصحافة، لكني أنا مواطن وليس صحفي. فهني دائما في بعض الأساتذة في الإعلام يرفضون بالمسمى، لا ما في مواطن صحفي، في مواطن وفي صحفي. ولكن التغييرات الأخيرة اللي صارت في مستوى التقنية، في مستوى الثقافة، في مستوى التطبيقات، الشبكات اللي ظهرت أظهرت فعلا إن هناك جانب، خلاص في جانب، في مواطنين يمارسون دور الصحافة والإعلام. لكن واحد يقول لي والله في بعضهم سلبي، بعضهم إيجابي، بعضهم قاعد يعطي أخبار مفبركة، هذا جانب آخر. لكن المهمة اللي قاعد يقوم فيها بدور نفس مهام الصحفي. والشيء الثالث اللي هو شنو؟ اللي هو الصحفيين المحترفين نفسهم أو إداريين المحتوى أو الإعلاميين اللي متخصصين في ذي المجال ويستخدمون ذي التطبيقات أو ذي البرامج لإيصال محتوى وزارتهم ومؤسساتهم حق الجمهور الخاص فيه. هني حق أهداف صحافة الموبايل، شنو الأهداف؟ إحنا نتكلم عن التوثيق، إن أنا بوثق أحداث قاعد تصير في حياتي، أصنع أخبار، أصنع محتوى حق الناس، الناس تبي تشوف محتوى، وقاعد نشوف ليش فلان ناجح حسابه زين، ليش فلان حسابه مو بزين، لأن هذا قاعد يقدم محتوى إيجابي وزين أو بطريقة فكاهية أو أسلوب قاعد يوصل لي فكرة وقاعد يقنعني، بينما الآخر مجرد بس قاعد يتكلم وطالع وبس مجرد بس شخص واحد اللي يطلع لي. نفس الوقت من الأهداف إن أنا أوعي الجمهور، أثقفهم في موضوع معين، في حسابات ناجحة ليش قاعد تعطي أمل، قاعد تعطي أسلوب، قاعد تعطي فكرة. ونشوف ناس طلعوا لنا في مجال معين تقنية، ناس طلعوا في مجال تخصص إيجابية، ناس اقتصاد، قاعد نسمع أكثر من شخص، الخيارات صارت متعددة عندي. في نفس الوقت من أهداف أن أقرب وجهات النظر، كثير في أشياء قاعد تصير إن أنا كدوري عندي مقطع أو فيلم أبي أطرح موضوع معين، على الأقل ذي المقطع يقرب الوجهات، يحط لي ذي النقطة وذي النقطة وخلي الناس هي اللي تحكم. في نفس الوقت موضوع تشخيص السلوكيات المجتمع، تلاحظون في أشياء وايد صارت بسبب إن مقطع انتشر وتأخذ إجراء عليه أو اتخذ إجراء بالسلب أو بالإيجاب. في ناس وايد كفؤوهم بسبب مقطع صور عفوي إنه شافوا شخص والله مسؤول ولا موظف ولا مواطن سوى شيء معين. الشيء الثالث اللي هو حاليا صار اللي ماشي في العالم، ان احنا قاعدين نشارك، نساهم كمواطنين او كاشخاص او كمؤسسات، ان نعرف، نخلي المواطن يعرف وين، او نخلي المسؤول يعرف وين الخلل الموجود عنده. لاحظنا كثير قاعد من الحسابات اللي موجوده في البحرين او حتى في بلقيس على الخليج تنشر في بعضها معروفه، فلان يحط مواضيع معينه عن وزاره معينه، عن اشغال، عن بلديات، عن صحه، عن تعليم، على اي مجال معين موجود. فأيضا صارت ذي المقاطع، طبعا في هناك استخدام سلبي لها او من يسيء او من له هدف وياه، لكن لا احنا نتكلم بشكل عام ان شلون ذي المقاطع قاعده تخدمني او شلون ذي الفيديو مالي قاعد يوصل. فاذا ارجع من البدايه، اذا انا حاب اوصل رساله معينه ولي هدف معين ابغى اوصل حق الخلل، فلازم اصور صح واختار صح موضوع صح بحيث يوصل للفايل اللي ابيها والمسؤول يعرف ان هالشيء صاير ممكن يتخذ اجراء. وشفنا في الصحافه قصص كثيره في السوشيال ميديا بمقاطع نشرت وتم اتخاذ الإجراء فيها. إني حق سؤال في نشوف الجد هي ما هي نوعية الأخبار المسموح لأي شخص تغطيتها بدون ما تعرفي؟ راح نرجع له حمد، خلي السؤال حق آخر شيء معي كمان، راح نرجع له.
الاي تي حاطين لكم رقم السبورت، اي احد عنده مشكله في البث ممكن يرجع حق السبورت، في لهم رقم موجود ككونتاكت نمبر. اني حق سؤال الحين تعبكم اليوم في الشات شويه، ليش تعتقدون ان القنوات الاخباريه اتجهت حق التليفون واستغنت عن الكاميرا؟ في اغلب المواقع صار تشوفون كلهم سكايب ولا عن طريق زوم او بعض البرامج اللي فيها بث مباشر. خلونا نكتب، حلو، ارخص، اسرع. السبق الصحفي، ممتاز. من السبق الصحفي؟ نورة عبد الله، هي مريم جلال. السبق الصحفي حلو. عمل أكثر واقعية وأبعد الفبركة، سهولة الوصول للجمهور، مجاني، محافظة على البيئة. فاطمة، سرعة الوصول للجمهور، ساعة نشر، شيء إيران إيزير. شيخ الكعبي، لا يتطلب حلو، ما يحتاج تصريح عادة، صح. التليفون غير يوفر عليه وايد أشياء، سرعة الوصول، قاعدة وجمهور أكبر. يوسف معتز، وفر عليه كل ما سبق ذكره، توفر مجموعة ذي، أوكي، لحظي أو مباشر أو آني. زيارة المتابعين، حصول المتابعين، حلو. الكاميرا تحتاج إلى كرو أو طاقم معين، حلو حسن، حسن شريف حلو، فعلا تحتاج الكرو كامل وياها. انزين، سهولة الحمل، حلو. لا انتم صراحة المفروض ناخذ اساميكم ندخلكم كل دورات الوزارة، كفو عليكم صراحة، هاي التفاعل الصح. حلو، انزين. اني نكمل معاكم، شو اللي خلى المؤسسات الإخبارية العالمية وذي تتجه حق المجال، تتجه انها تركز أكثر؟ يمكن أول نقطة أن نفس ما قلنا، التليفون يوصل حق الكل. ما في فئة مستثناة. الكل لو كان عندي جمهور مستهدف راح يصل اسهل طريقه. كل عيالنا، كل اخوانكم، كل خواتكم عندهم تليفونات. تلاحظون كل حتى كنت اقيس على مستوى عندي حتى في البيت مؤخرا، ان عيالي راح احضرهم 10 سنوات 12 سنه قاعد يناقشون عن موضوع بيروت، بابا شفت الانفجار، شفت ماني ذي، شفت اكو سي ان ان يقولون مواد دي قصص، وانه قالوا قنبله، وانه قالوا ذي. فاذا نفس الهدف نتكلم انه حتى ذي المؤسسات بين الجمهور يزيد. لأول كان يقول اعتقد العربية ولا سي ان ان ولا بي بي سي أو أي قناة إخبارية أخرى، إن بس تشوفونها الكبار، هذه انتهى مع وجود الموبايل، انتهى، صار يوصل حق الكل، فصرت أنا أقدر أستهدف. صار حتى الدول الغربية، إذا في أحد كان ندخل موضوع نظرية المؤامرة أو الاستهداف، سواء عن طريق نتفليكس أو عن بعض التطبيقات الثانية والمحتوى الموجود فيها، ليش؟ يعني يقول لك تليفونات موجودة متوفرة حتى عند اليهال. الناس موضوع ذكرته كلكم اخواني واخواتي عن موضوع التقنيه، السرعه، قادر اني ارسل الماده اطلع معاهم لايف اي وقت ابي، ما احتاج حق كرو زياده معاي، كل يعرفون شلون المجال، تحتاج مصور واضاءه وكشاف. ذي الناس صارت تتقبل، حتى الناس لما كنت تشوف القناه العربيه واي قناه ثانيه موجوده، لما تشوف معاهم ضيف طالع بالتليفون حتى لو الصوره شوي ما تبين، انت تتقبلها صرت كمشاهد، تتقبل، تقول ليش اكيد عندنا النت ضعيف، انت تعطي العذر لانه يستخدم تليفونه يصور، واكيد النت مثلا عندنا ضعيف، بس في النهايه انت تقبلت الموضوع، عارف ان المحتوى اللي قدمه قابله، خلاص انا اهم شيء شفت الشخص يتكلم، عرض لي بعض الموال وبعض المحتوى وشفته بعيني، خلاص. الشيء الثاني، الناس صارت ما تنطر من يصير موضوع وينتشر هاشتاج دي، الكل يدخل، الكل يبي يشوف. فاذا انا كمؤسسه اخباريه في موضوع السبق الصحفي، الكل ينتظر مني انا الحين، ما ينتظر مني انا بعدين. وهني قاعد نشوف على مستوى حتى مستوى رسمي او مستوى بعض المؤسسات، لما يطلع خبر معين تنتشر الاشاعه وكل واحد يزيد ويالف، عقب ساعه ساعتين يجيني رد او ذي. في بعض القضايا تتطلب، احنا ما نلوم او نعاتب البعض، لكن بعض القضايا ممكن اجاوبها بسرعه، وبعض القضايا تتطلب خاصه الامنيه وذي ما اقدر اجاوب بنفس الوقت. ما اقدر اورط اقول كلمه ويطلع غلط، وعارف انه وراي في محكمه بتقول انت قلت وطلطيت وعقب غيرت كلامك مثلا. ولكن الناس صارت خلاص، فمن كذي صار من ينشر اولا صيد جذب اشاعه، الناس صارت للاسف تاخذ وتنشر.
فهذه احد اسباب ان المؤسسات الاخباريه بريد يطلعون لايف مباشر حتى لو صوره، حتى لو كان يقطع الارسال بشكل بسيط، بس ان انا وصلت حق الناس، الناس متعتشة تبي تعرف. وفي نفس الوقت عارف نفس ما قلت القصه انه هو سهل رخيص وسهل، قصدي ممكن عن طريق اكثر من تطبيق موجود، وضامن التوزيع. اذا انا كقناه او مقطع كان بس يشوفونه 100 الف كقناه مشهوره، انا صار عندي ملايين يشوفونه خلال 10 دقائق عن طريق استخدام بعض المنصات اللي موجوده. فاذا هي قلنا مجموعه عوامل موجوده قاعده تحفز المؤسسات او تخليهم يستهدفوننا اكثر او يستغلوننا اكثر او يقدمون لنا محتوى اكثر باكثر من طريقه باكثر من اسلوب، سواء كشيء مقصود او غير مقصود. نعرف ان كل رساله او كل رساله اعلاميه فيها هدف من وراها، مستحيل احد بس يقدم من اجل انه يقدم بس بشكل عام، ولكن هم استغلوا تجارب بالموبايل وانتشاره وتوسعه في اكثر، دخوله في كل مجال او كل بيت او كل يعني وصلنا مرحله حتى قلنا الاطفال اللي عمرهم سنه وسنتين عند ايباد يطقطق ويرسم ويلون، تطلع لهم بعض الدعايات والاعلانات، فالصوره من البدايه موجوده. لما نتكلم عن الجمهور، هل عندنا فرق بين جمهور اللي يستخدم الصحافة وجمهور اللي على السوشيال ميديا؟ الرسالة واحدة، سواء كان الجمهور يقرأ الصحف أو جمهور يتابعني على منصات التواصل الاجتماعي على مستوى الإعلام المرئي، الرسالة واحدة، لكن الوسيلة تغيرت، مصدر التغذية صار يعني نشوف حتى تتبع سبيل مثال التلفزيون، كم شخص منا يتابع التلفزيون؟ كثير مننا، واحد من الأشخاص ما تابع التلفزيون. ليش؟ لأن خلاص صار حتى محتوى التلفزيون صرت ممكن أنا أشوفه بعدين، أول ما اضطر ما عندي خيار ثاني، لازم أشوفه في نفس الوقت نفس التوقيت، إلا نشرات الأخبار طبعًا. لكن حتى نشرات الأخبار إلا كان لي هدف منها أو لي موضوع فيها أو بحطي موضوع يهمني. لكن بشكل عام صرت خلاص أقدر أتابع كل شيء في كثير من التطبيقات التغنيني. صارت حتى مستوى التابعون حتى على مستوى حتى وزارة شؤون الإعلام على مستوى حساب الإذاعة والتلفزيون، هناك تفاعل كثير حتى إن بعد ما تخلص النشرة توضع الأخبار على السوشيال ميديا. بعض المقاطع الاستضافات تصير في التلفزيون توضع على السوشيال ميديا. فأنا ما أنتظر إن الجمهور لازم بس يطالعني عن طريق التلفزيون. صرت أنا لازم أوصل له حتى المحتوى مالي لازم يوصل له بطريقة صح. فهنعرف اللي يدرس إعلام أو اللي مجال عارف إن في رسالة ومستقبل ووسيلة، فهم نفس التوجه نفس الطريق، لكن اختلفت بعض الأدوات اللي أنا لازم أستغلها وأتماشى معها. طرحنا قبل شوي موضوع صحافة المواطن والصحفي المحترف، قلنا أن هذا الشيء ما زال محل جدل عند الأكاديميين تحديداً، لكن صحافة المواطن موجودة لكنها هي عشوائية، ما في شيء منظم، ما في لها ترخيص. واحد يقول لي أنا أوكي أنا قلت صحافة مواطن يعني أقدر أصور أي شيء، مثل ما سؤال من ساعة شو بعض الأخبار اللي ممنوع انشرها مثلاً، أو شو الأحداث اللي ممنوع انشرها، هل أقدر أروح أقف في الشارع أشوف حالة مروري وأصور أقول والله أنا صحفي مواطن؟ هني هذه المشكلة اللي ما فيها تنظيم حالياً، هي مجرد أن أنا قاعد أقوم بنفس الدور أو نفس الأداء اللي يكون في أي صحفي موجود في العالم، لكن على بس أنا قاعد أوصله عن طريق حسابي. طبعاً كثير في من الحسابات اللي تأسس مكتب إعلامي أو مؤسسة إعلامية تنطلق على السوشيال ميديا منصات التواصل الاجتماعي وتطلع. نعرف الحين في البحرين عندنا حتى موضوع السجل الافتراضي اللي أنا ممكن أسوي مكتب إعلامي أو مكتب تدريب أو حتى مؤسسة تدريبية وأقدم المحتوى مالي عن طريق هذه المنصة أو هذا الغطاء الرسمي اللي موجود. أخونا أسامة بحر يقول الحدود هي الحق في الصورة. برجع لك أسامة في الموضوع، أنت بعد خبير قانوني في المجال. فهني هي على مستوى التعريف، هل أنا أستحق أن أكون أستحق هذا اللقب أن أنا صحفي؟ ولكن أنا قاعد بكل مهمة لكن يطلق عليك صحفي عام، من شيء ارتبط في اسم مواطن، أن أنا مواطن لكن صحفي. أقوم في مهام أي صحفي. فيها طبعاً سلبيات وايد بالموضوع، وهاي اللي قاعد يصير أخطاء حتى على مستوى ممكن ترفع عليك قضايا أو تمس أشخاص معينة أو تشوه سمعة أشخاص أو تسيء استغلال للشيء في إطار أن أنا بس مجرد أن أنا من حقي أوصل حق الناس. لا، بتكلم بعدين في أخلاقيات عمل تطبق علي حتى كصحفي موبايل يجب أن ألتزم فيها وتطبق علي إذا ما كان فيها بعض القوانين المنظمة لبعض الأشياء، لكن هناك أخلاقيات عمل تلزمنا جميعاً. ان احنا لازم شخص مثلا في مكان قاعد دي في حاله انسانيه معينه ما اقدر اسويها،
راعي مشاعر الناس، شيء مو بزين او انه قد يكون في جزء طالع في شيء مسيء لازم ما اخليه، ما انتظرك والله انا لا بخلي وكيفهم عاد يبي يبي ما يبي. ففي اشياء لها اخلاقيات عمل اكثر تنظم ذي العمل. لما نيح الخصائص اللي تميزني انا اذا شنو بستفيد اذا استخدمت الشيء، قلنا وش ان انا عندي سرعه بدل ما اول احتاج عندي لابتوب وبمنتج وبسوي بحتاج وقت طويل، او ان عندي صوره محتاج اعدلها فوتوشوب واعدل فيها، فصار عندي تزيد الكميه، فصار عندي بدل خبر اكثر من خبر في حدث مؤتمر معين او فعاليه معينه ممكن اصور اكثر من مقطع وانشرهم مباشره. اذا انا كنت مرتاح استنشاف مباشر فزاد عندي قلنا السرعه ماركتنج، خلصت من ذي عجبتني الصوره ابي اروج لها بسوي لها بروموت على انستغرام واطلع. اثنين او ثلاثه انتاج الاخبار باقل التكاليف، قلتوا بسرعه ان الكوس صار خلاص ما احتاج، ما عندي كوس اني احتاج واطلع ذي خلاص من تليفوني وخلص كل شيء منه، فقلل علي حتى التكاليف. أربعة هي المشكلة اللي تواجه أو إنه يشتكون من الناس إن طلع شيء جديد أو موجة جديدة أو موضة جديدة أو ترند جديد، إن الكادر الشخص يقدم كل شيء فهني قلل عليه، صار إيجابي وسلبي، قلل عليه الموظفين اللي يحتاجهم. فأنا عندي مشروع تصوير خلاص عندي ستاند مالي، أنا بروي عندي كل عدتي موجود، الستاند كل أغراضي معي موجودين بروي فيهم عليه، فأقدر أقدم بروحي، أقدر أصور نفسي، عندي ستاندي عندي إضاءتي أقدر أصور بروحي. ممكن اخذ مقابلات مع الضيف، معي ضيف او مسؤول شخص معي عندي ستاندات او اغراض معي خلاص جاهز، انا عندي الاضاءه مالتي وعندي المايك مالي واصور فيهم، فاختزل علي خلاص كل الاشياء اللي قلتوها مساحه. صحيح معدات خلاص بدل ما احتاج ستاند وقصه مصور عندي مثل الستاند، خلاص عندي المايك مالي وعندي الجيمبل مالي بمسك في التليفون خلاص، وقاعد اصور واخذ لقاءاتي واللي احتاجه. ذكر مساعده موضوع التراخيص، تغمان ذكرها مسابقه اللي هو السيد علي محمدي، لا يتطلب اصدار تصريح احيانا. صحيح التليفون احيانا حتى في مجال الصحه والعلم اسهل التصوير، انه ما يتطلب انه ماسك تليفون يصور منه. طبعا في اشياء ممكن تحاسب عليها، لكن لما تاخذ حتى في المطار لما يشوفونك رايح مع كاميرات وكشافات يكلمونك في المطار، وين رايح؟ ايش عندك؟ شو تسوي؟ ليش جاي؟ بينما التليفون راح يقلل علي الرزق ويقلل علي يقلل علي الاجراءات اللي انا بيها. النقطة السابعة نفس ما قلنا التصوير صار سهل، انا ما اعرف ما هو مصور ولا افهم في التصوير مثلا. لكن خلاص صارت عندي نفس ما قلنا ابلكيشن اطق على الوان كليك يعطيني افكت معين، اطق افكت اللون معين افكت، فصرت اقدر اشوف. او عندي بعض العدسات اللي ممكن شنو سواء كان في الجهاز نفسه في التليفون نفسه او اني اركبها انا اضافيه كاكسترا اركب عليه تعطيني اشياء اكثر، وايد انجل مايكرو توسع لي شو اسمه مستوى الجوده مالها، عندي زوم اركب عليه زوم باخذ لقطات احلى واشياء معينه، عندي مكبرات معينه استخدمها. فإذا بعد هذه كلها أشياء اكتملت في جهاز واحد بمعدات بسيطة وقادرة تخدمني. قاعد يتكرر موضوع مساعة شو اسمه وين أحيانا يحاسب من يحمل كاميرا ولكن هاتف لا نعم سيد، من يحمل كاميرا يعتبرونه صحفي أو مصور. صحيح، بينما من يحمل تليفون ممكن يقول لك نزل تليفونك وش اسمه أو أنك تأخذ إذن، إذا صورت واحد هاي ممنوع وهي أوكي. اني ايش ما قلنا قبل شوي عن موضوع الاخلاقيات، هل تعفيني اذا انا مثلا استخدمت التليفون او ان انا عندي موقع او عندي حساب قاعد انشر، هل معناته ما يطبق عليه اخلاقيات العمل في مجال الاعلام ومجال الصحافه؟ احنا نقول لا، السياسه واحده اخلاقيات العمل واحده. صدق انه صار الوضع صار اكثر خطوره واكثر يعني فوضى اذا بنسميها، صار في جزء منها انه فوضى اكثر من تنظيم، لكن هذه ما يعفي اي شخص انه يتبع، سواء انا رحت مؤسسه او رحت وزاره او راح اوثق عمل معين او انه شيء سلبي او انه في خطا قاعد يصير قاعد شو اسمه ظاهره سلبيه، بعد لازم احاسب، لازم احاسب امنيا انه قد اتعرض لاذى او شيء معين من ذي الاشخاص، وفي نفس الوقت لازم اخلاقيا اني انا استاذن منهم او شنو يكون في عندي تنسيق مسبق مع الجهه نفسها ما
ما اخذت تليفوني دخلت اي وزاره راح اصور كيفي انا بصور بعرف حسابي. لا احنا نتكلم في اخلاقيات في قوانين في اشياء تنظم للعمل، لكن من ياثر اكثر من من وشلون قدرت الصحافه دخول صحافه الموبايل وسعت في هذا المجال وزيدت في الفوضى شويه في هذا الجانب. اذا بنتكلم عن القيم، اذا انا بستخدم تليفوني في مجال البث او مجال توثيق انجازي او ان احط اشياء معينه، يجب ان اكون دائما محايد او اوثق الكل، ما يصير اتكلم عن مشروع انا البطل فيه بس ما في ابطال ثانيين او ما في اشخاص ثانيين او قسم معين كل إن انا انتمي حق القسم. بنفس الوقت قد ما نقدر ان المعلومات تكون دائما دقيقه، ننقلها بكل صدق وامانه حق اي مواطن او اي شخص متابع لنا. نعرف ان كل جهه وكل حساب له اجنده معينه، له اسلوب معين، لكن هذه الاسلوب وهذه الاجنده ما تعني انك تفبرك او تلعب في بعض المواضيع وتخلي القارئ والمتابع يتجه لمجال اخر او تحاول تغير تاثر على رايه مجال اخر. وني عن موضوع التوزيع عشان بوزع نسب كل واحد ايش كثر في اثناء المواضيع نفسها، الموضوعيه والراي والراي الاخر، شلون انا اخلي حتى الاشخاص نفسهم كيف الصحابه دائما خلي تنسب الاشياء مصادر معلومه مصادر عامه ما لها وجود او قد تكون غير ذات مصداقيه. فهني دوري انا في الفيديو ان انا ما اوثق اشخاص معينين، اطلعهم اخليهم يتكلمون اخليهم يبرزون موضوعهم ويغطوا لي القصه بالطريقه اللي تحقق الهدف مالي. لما نيحك شنو المهارات اللي لازم على الاقل احققها او الاشياء لازم الم فيها شويه؟ قبل اي فكره يوم انا افكر اني بصور مشروع معين او حدث معين او عندي شيء معين بسوي. في اليابان صوت الكاميرا تبعت يقول هيك حلو حسن. في مجموعه من المهارات اللي انا لازم التزم فيها ولازم اعرفها عشان احقق نجاحي في قصتي اللي بصورها، انجازي اللي ابي اوثقه. اول شيء لازم اعرف شنو حجم الانجاز او شنو المعلومات اللي عندي اياها موجوده، شنو الفكره اللي بوصلها سواء عني او عن غيري. فبالتالي لازم انا ابحث هل في الموضوع تطرقوا له من قبل؟ هل في دول سويتها من قبل؟ هل في البحرين احد سواها من قبل؟ فكثر ما عشان ما اتكلم عن انجاز غير مسبوق وانجاز جديد او انه موضوع معين يطلع فيه 20,000 واحد غيره سواها. فاي قصه بتكلم عنها لازم اعرف شنو قصة وشنو وين من تصابري، هل في ابديت؟ يمكن اتكلم عن مشكله حلوها اساسا او مشكله طور الحل او موضوع قاعد مشروع ردي قائم. ما انا اتوقع انا جايبه كمقترح انه المشروع ردي قائم فراح ينسف كل جهوده. اثنين جوده القصه ايش كثر بتاثر؟ هل الشخص اللي موجود فيها والاشخاص فيهم فيهم قصه عندهم شيء ممكن يقدمونه حق الناس؟ تلاحظون دائما اول نقد لما يشوفون حساب شخص او شخص احد الموجودين في السوشيال ميديا يقول لك ما عنده شيء ثاني، ايش عنده يقول؟ ايش قاعد يقول؟ ما عنده شيء، هذا يعيد يكرر في نفس الموضوع. فهني جوده قصتي او موضوع هني لازم اعرف شنو عالي الشيء. انا بتكلم عن مستوى وزاره، عندي وايد اقسام، عندي وايد اشخاص، عندي وايد شباب بحريني يشتغلون. كيف ممكن اوصلهم ذي الفكره؟ كيف اخلي الناس يعرفونهم؟ فهذه نقطة، لازم اعرف قصتي شلون انا اخليها ذات جودة عالية، من هم الشخصيات اللي ممكن يخدموني في الموضوع. هني حق التصوير قلنا ان انا لازم شنو؟ مهارات قلنا في اشياء التليفون وفر لي وايد اشياء افكر من القصة كامل، لكن ما يمنع ان انا ادخل اليوتيوب اتعلم بعض الاشياء، اشوف الاساسيات شلون اول شلون اتعامل مع الكاميرا، شنو نوع العدسة، شنو قصة العدسة، خاصة ان انا قاعد بتكلم عن تليفون. كاميرات احترافيه بندش فيهم بعدين في التفاصيل انه لهم جانب معين، انا لا اتكلم عن تليفون. موضوع الكتابه وهو من اهم الاشياء. انا يمكن ما اعرف اسوي قصه كامله واكتب سيناريو كامل، لكن لازم اعرف اني اقل اكتب جمل قصيره. تلاحظون اللي في الاخطاء اللي تصير حاليا في السوشيال ميديا اني ادخل الانستغرام واشوف لي فقره فيها يمكن 100 كلمه. انا داخل الانستغرام بشوف صوره بشوف شيء جمالي. ف اشوف نيكست تلاحظون حتى على مستوى اللايكات مثلا كثير من الحسابات عندها 200,000 300,000 اللايكات 100 150 140 وين المشكله؟ حتى توجه الناس تغير، يعني حتى انت على مستوى تقيس نفسك كشخص كم شخص تطق له لايك من رابعك؟ يمكن بعضهم يقول والله ما طقس يمكن حق زوجتي ولا اختي ولا ابوي او امي الله هذه لا اطق لهم بس،
اما الباقي حتى ثقافه سكرولينج ان انا خلاص رايح ما عندي وقت حتى حرك الصبع طق دبل. في نفس الوقت في اخطاء قاعده تصير اوكي لازم يعني ما اسوي الستار استخدم جسمي احط نص في انستغرام اقول احط نص بتحط نص باسلوب ابتكاري شويه في تصاميم معينه بحط صوره فيها خلفيه فيها باك جراوند معين واكتب النص في نفس الوقت نص يصير يكون وايد قصير اتكلم عن 4 كلمات 5 كلمات اللي لما تشوفها توصل الرساله. اما اني احط لي خبر كامل خبر قال صرح فلان لفلان تي خبر كامل ناس لا بعد شنو تثبيط السلايد وتكمل الفقرات السلايد اللي عقبها ما يصير. فاذا احد المهارات الاساسيه والاشياء البسيطه لازم انتبه لها اني لازم تكون جملي قصيره فيها كلمات بسيطه وواضحه. اكثر اخطاء قلت لكم الاشياء اللي قاعد تصير حاليا تخلي الناس تتنفر عن حسابك او انفولو ان انت خلاص ما عندك اوكي حط لي دعاء حط لي ذي لكن حط لي اياها بسلوب شوي يعني خلي حتى عيني تقبلها. هاي ستايل وورد اللي بس احط على الوورد وكابتشر واحط والصق او انه خط عود والوان وايد شكلها بنتكلم فيها بعض الاشياء عليها. فاذا نصل على القناعه عن جمل قصيره فيها مسج فيها رساله متى ما خليتها حتى لو عندي فيديو متحرك وعندي وايد كلمات او سيناريو او قصه بقول حق الناس. لاحظوا المؤسسات الاخباريه يحط لك كلمتين 3 كلمات 4 كلمات ماكسيمم. هذه العناوين هي تسحب تخليه يكمل والقصف العناوين مثل ما يقول اخوكم محمد نار شنو؟ ابي اجذب الناس. كثره الاخبار والشيخ يقول شو اسمه انك تسوي انفولو فعلا. فانا لازم اختار وحاليا الناس تخدع بالبصر. سوونا ذي الحسابات سوشيال ميديا اعطونا كل الاشياء التقنيات الموجوده عشان نشوف. فبالتالي لازم انا امشي معاها ما يصير امشي عكس التيار. واقول اللي يبي يشوف يشوف اللي ما يبي، الوزاره يبون هاللون، الوزير مرتاح ولا المدير مرتاح وخلاص. لا نتكلم عن جمهور موجود. اني حق المونتاج. نفس الشيء. المونتاج مهارة أساسية في المجال اللي بنتكلم عنه. لكن قلنا إذا أنا ما عندي المهارة مو ملم وايد مو خبيرة ما أعرف هالسوالف أنا أقول لك لا في تطبيقات جاهزة مجرد تختار المقاطع مالتك يصير التعديل عليك بسيط شالوا عنك تقريبا 80% من الحمل. الشيء الثالث موضوع المدة الزمنية كثرة السلبيات تخلي الواحد ينفر بنرجع لهم حلو. نرجع لكم في الشات أوكي. اني حق موضوع المده الزمنيه نفس الشيء. واحد شوف حاط لك مقطع ب 10 دقائق و 12 دقيقه و 14 دقيقه و 7 دقائق و 8 دقائق لكن كم واحد منا يكمل اول دقيقتين او اول دقيقه ونص؟ ايش كثر؟ وايد ناس ما تكمل. ايش اللي يخليني اكمل؟ الاشياء اللي كانت فوق قبل. مونتاج حلو، شيء طريقه حلوه صاير مقدم فيها. العبارات صايره طريق اختيار معين ذي التصوير وايد حلو صاير بسيط وقاعد يوصل لي رساله. فاذا كلها عوامل قاعد تكمل عملي وقاعد تكمل شنو انا بسوي حق الناس. متى ما صار فيها اي خلل هنا ابدا تشوف لازم اراجع. موضوع على سبيل المثال مده زمنيه. كثير من الاشخاص عندهم حسابات انستغرام لكن ما يشيك. عنده حساب على انستغرام الشخصي يستخدمه لكن ما يدخل على الانسايت او الاحصائيات اللي ترويه كم واحد شاف الفيديو. إذا أنا قاعد أدخل على فيديوهاتي كلها وأشوف أن الناس عقب الدقيقة الثانية أو الثالثة ما تكمل في كل فيديوهاتي فإذا خلاص أنا ستوب. مو بس أن أنا خلاص كيف بتكلم اللي بيشوف يشوف ثقافة أن أنا بس أنا حطيت عندي 50 فيديو لكن حجم مشاهدتهم ما يشكل فيديو واحد في حساب ثاني. فهني أيضاً بعض الأشياء لازم أنتبه لها في مجال صناعة الإنجاز أو توثيق الإنجاز لازم أعرف حتى المدة الزمنية اللي أنا محتاجها إيش كثر. هني في الحسن بعلي بسال يقول لي شلون احصلها؟ هاي في الانستغرام في خاصيه اسمها الانسايت او الاحصائيات اذا تحول حسابك الى بزنس اكونت راح يتحول لش اسمه انك تقدر تشوف الاحصائيات اللي موجوده. حتى الكم ايش كثر الكم اللي موجود؟ خبر خبرين 3 اخبار مثل ما يقول السيد كعبي 4 اخبار بخلي ايش كثر بخلي؟ كم خبر احتاج انا؟ ايش كثر جمهور قاعد يتابع؟ هل اغرقهم 5 اخبار 10 اخبار؟ او خبر واحد او صوره او صورتين شنو المحتوى اللي بنوعه في اليوم صوره وفيديو صوره وفيديو انفوجرافيك مثلا. فهني كلها اساسيات ان شلون تخدم عملي او تحقق يعني لا اسوي اصلا عندي مصمم زين فيديو زين لكن يخرب علي موضوع شنو الكميه او كثره اسمه المقاطع اللي انا مخليهم. فهذه عندي مشكله يجب ان اعرف وين الخلل اللي صار عندي كتابه بشكل سكيب. زين الحين بنطلع شو اسمه فاصل. فاصلنا احنا عاده نسوي على تطبيق عملي.
من النقاط اللي الناس دائما تواجهها المشكله، مشكله ال يقول لك انا ما اعرف اجاوب الكاميرا، استحي اجاوب الكاميرا، ابي تصريح من فلان، عبد الله ولا محمد ولا حصه ولا نوف، ابي تصريح منهم، مديري يبي يتكلم بس يستحي يتكلم، لازم احط له ورقه ولازم يحفظ ولازم يعيد. شو الاشياء اللي ممكن تساعدني في مجال عملي اني انا ممكن اسجل صوت او اسجل مقطع او اسجل فيديو من خلال قراءه نص؟ انا والله صراحه ما اعرف اتكلم، اخربط باخر الوقت، لكن شلون ممكن انا استفيد من ذي الجانب؟ شلون ممكن استفيد ان عندي برنامج يساعدني؟ قلنا مساعد التنافس كان كاميرا، تطبيقات. اذا خلينا نشوف شنو التطبيق اللي قادر انه يعطيني على سبيل المثال اني انا اكتب النص مثلا واتكلم واعطي محاضره او اسجل فيديو حق محتواي حق منصتي او اسوي لقاء مع الضيف او مع المدير او المسؤول اللي عندي ووصل يوصل كلامه بطريقه مريحه. وهذه الطريقه تستخدم عاده في نشرات الاخبار. تلاحظون في التلفزيون المذيع قاعد يطالع التلفزيون ويلقي النشره، اعرب صاحب السمو يكمل الخبر، فهو قاعد يقرا من شاشه اللي هو نسميه بلغه الاعلام الاوتو كيو، قارئ آلي او موجود تقرا منه. هل هذا القارئ موجود كتطبيق؟ نعم، هذا القارئ موجود كتطبيق عن طريق هذه الابلكيشن، واحد من في وايد تطبيقات طبعا موجوده، لكن راح نجرب مع بعض هذا التطبيق. ايش اسمه؟ كتطبيق عمل راح نجرب. اسمعوني تسمعوني الحين صح؟ اوكي زين. كان بس مجرد قاعد انتقل بالموبايل، انا قاعد انتقل مثلكم من الموبايل، فصار ايش اسمه؟ هني على سبيل المثال هذا البرنامج. قلنا ذي البرنامج راح يساعدني شنو؟ انه يقلل علي موضوع حق الخجل، ممكن عشان اوفر وقت. واحد يقول لي والله عارف اذا صورت فيديو خدت تصريح من مسؤول او من شخص معين راح ياخذ وقت وايد طويل، كل شوي بيخربط وبيعيد مره ومرتين وثلاث واربع وخمس. اذا شلون احل المشكله؟ احل المشكله باستخدام قلنا بعض التطبيقات اللي تساعدني. هاي التطبيق اللي نزلتوه اتمنى الكل ينزل عنده يستفيد منه يشوف. طريقة جدا سهلة، أنا مجرد أسوي بروجكت راح أكتب مثلا شنو اسم البروجكت اللي راح أبي أسجله وأكتب الناس. موجود على الأندرويد، نعم اللينكات حطوها لكم الإخوان في الآي تي، حطوا لكم إياها سبورت تيم، حطوا لكم إياها في الكروابط. مكتوب على القارئ الآلي، مكتوب عليه أو القارئ الإلكتروني. أكتب النص اللي أحتاجه مثلاً بكتب تشرفت في تقديم دورة صباح اليوم في وزارة شؤون مثال. ما بكتب وايد عشان نشوف التجربه مع بعض شو بتصير. وانا كتبت الناس اوتوماتيك تلقائيا قاعد يعطيني فوق تشوفون 8 ثواني، يقول لي انت عشان تقرا، طبعا انا اتحكى بسرعه اقل من 8 ثواني، بس هو اوتوماتيك حاليا قاعد يعطيني 8 ثواني، يقول لي انت هاي التصريح اذا قراه الشخص بالسرعه الستاندر الموجوده 8 ثواني. بقول له سيف طبعا، عقب ما يصير سيف اقدر ارجع ورا بحصله موجود هنا. اول واحد تجربه الصوت سميتها انا، باطا تجربه الصوت تطلع لي كاميرا، الكاميرا تحت اذا شغلته تبدا تعطيني بعض الخصائص بتشوفونها تحت، شنو الكواليتي، شنو السرعه، السبيد، حجم الخط. انا ممكن تقول النظر مالي قد يكون ضعيف شويه، احتاج خط كبير خط اصغر، فممكن اكبر عندي هنا حرف الاي تشوفونه تحت واختار اي حجم احتاجه انا وراح يكبر الخط. كل واحد بحسب شنو السرعه اللي عنده او شو الافضل له. هني حق السبيد، انا على سبيل شوف لما احط العداد هني سبيد 10، انا واحد اتكلم بسرعه فاحتاج انه السبيد يكون ازيد مثلا، انا احتاج لا عين النظر بيكون اقل، ابي اتكلم بكل هدوء، فاختار شنو السرعه اللي احتاجها. بعدين راح اضغط شنو؟ اضغط على ستارت الخط الاحمر. اول ما اضغط على الاحمر الريكورد
راح يطشنه كيو يعطيني خمسة لي خمسة وأبدأ أتكلم بكنسله بس إنه كان مجرد مثال ببدأ معاكم وأشوف أسوي مرة ثانية أوكي. كاميرا اعتمد كل الخصائص اللي موجودة خلاص. طبعا أنا ساكن الميكروفون في التليفون فمشي المفروض إنك تتحرك البارس تحت تحركون يمين يسار يعطيني مستوى الصوت مالي. بقول السرعة بقول ريكورد لازم أطالع الكاميرا عشان ما يبين إني أقرأ. تشرفت اليوم في تقديم الدورة في وزارة شؤون الإعلام حول توثيق الإنجازات عبر الموبايل. في تيبس معينة لازم أنتبه لها إن أنا إذا قاعد أطالع لازم عين تكون مستوى التليفون ما يصير يخلي التليفون فوق تحت فوق أو التليفون تحت عشان ما يبين. قلنا هذه خدمة تساعدني إني أقرأ بس مو معنات إن أطالع وأحرك عيني عشان ما يبين في التصريح أو في الفيديو مالي إن ذي الشخص قاعد يقرأ. فلازم عيني تطالع في مستوى التليفون، عيني مستوى عيني صار بالضبط مجاور في نفس التليفون، مواجهة التليفون. لا هو تحت ولا هو فوق. في نفس الوقت الشخص نفسه لازم يغير في التون ماله لما يقرأ. احنا قلنا احنا هدفنا نساعده، هدفنا نقلل من وقت العمل بحيث ان العمل يصير سريع. لكن في نفس الوقت لازم نراعي شنو؟ انه ما يبين انه قاعد يسكر عيونه حركته اللي تسكر العين انه قاعد يقرأ شيء. بالتالي لازم اتاكد كامل قبل ما ارجع اشغل واتاكد كامل ارجع مره ثانيه واقول له ريكورد. تشرفت في تقديم دوره صباح اليوم في وزاره شؤون الاعلام وكانت حول توثيق الانجازات عبر الموبايل. اوكي رقم تحصل كبروجكت موجود بس اني صار لايف تحصل البروجكت في انك كل المشاريع اللي سويتها كلها موجوده عندك اياها تقدر تستغلها. مشكله في البرنامج بس ان تحت في اقصى شيء تحت بيعطيك شنو موضوع اللوجو مال البرنامج. فاتمنى عندكم دقيقتين نعطيكم ثلاث دقائق كم وقت الحين ثلاث دقائق الكل ينزل البرنامج بعدكم نزل البرنامج عندكم خلينا نجرب. ما راح ينسك الصوت بيكون موجود. تأكد ان البرنامج موجود عندكم في الستور موجود عندك اياه او عرفت على الاقل. هذه يساعد وايد ناس اللي يقدم مثلا احيانا عندي دراسات او عندي نصائح او عندي اشياء في مجال معين اتكلم فيها وايد راح يسهل علي المهمه. بتشوف اول برنامج بي اي جي في يو موجود الرابط ماله. وراح تشوف ايش كثر حجم التاثير ماله ايش كثر راح يوفر عليك وقت وجهد في ذي المجال خاصة إن حب شخص معين حتى أصدقائي حتى في العائلة حتى مستوى العمل لما بوثق عمل معين داخل وزارتي أو داخل مؤسستي راح يوفر علي وايد جهد. في نفس الوقت المسؤول راح يحس براحة أكثر. طبعاً البرنامج ممكن ينزل على آيباد إذا عندي قصة سكريبت طويلة أو قصة طويلة ممكن حتى أركب له آيباد ممكن أركب حق نفسي آيباد معين أركب حق نفسي وأبدأ أتكلم وأسجل إني كأني قاعد يحاورني شخص آخر قاعد يحاورني والكاميرا ماخذ بوز معين. هاي هو البرنامج نعم. انزين عشان نرجع حق محاضراتنا هناك I will stop sharing from here now. Now he'll stop sharing already. Stop sharing. No share from here now. So I think you must give me access. Yeah. No. Yeah, it's okay. It's okay. Also, yeah, just a second. Audio is okay? Yeah. صوت okay now. خلاص. حسنا ساعات تكتبون الصوت احنا ننتقل بين التليفون وش اسمه.
ننتقل بالتليفون واللابتوب فيصير ينقطع الصوت شوي ويرجع لين نضبط بعض الخصائص. زين هذه كان الفاصل مالنا حق محاضرات الحين. هني سؤال الحين وين الشات؟ ليس قلنا عن الروابط موجودين بنخلي صاروا فوق الحين الروابط خليها مره ثانيه اللي هي ممكن ترجع لها بعقبه وتقدر تسوي شو اسمه تسوي كوبي عندك في النوت عشان ما يروحون عليك شو اسمه البرامج. حق اندرويد يعني اوكي شكرا يوسف اخوكم يوسف معتزك وحط لكم حق اللي عندهم اندرويد يبي البرنامج حطك لكم في الاسم. اني حق السؤال الحين عشان نعد روحنا على ربع ساعه وعقب ننتقل شو اسمه حق الاسئله اذا كان في اسئله. ليش استخدم تليفوني في التصوير ما استخدم كاميرا احترافيه نيكون كانون وقيس عليهم سوني شو الكاميرات الاحترافية اللي موجودة؟ خلنا ناخذ الجات نشوف ليش ممكن توافق إيش اسمه عشان الوقت توش مبارك عشان الوقت لما التميمي تقول السرعة التوفر حسين المحمول البلوشي اختصار وقت أريحية في التعامل أسهل إذا واحد ما يعرف الكاميرا الاحترافية حلو حلو الدوسري إرسال الصور من شخص لشخص حلو إذا كاميرا احترافية وأنا مو محترف حلو. فاطمة المحمد يقول خصائص نفسها تقريبا جلال البلوشي يقول كل الامكانيات موجوده في الموبايل اوكي سرعه النشر الجوده جيده حلوه كلمه جيده عجبتني الكاميرا احترافيه غير سعد الحسن زي الحسن سعد سعد الحسن الكاميرا احترافيه غير مخصصه للنشر المباشر في التواصل الاجتماعي ممكن لكن قصه مع قصه واجهزه وتركب عليها اسمه مال لايف ستريم برنامج جهاز معين قصة معي صحيح توثيق الأحداث سيد علي يقول لا يحتاج لا يطلب كاميرا احترافية بقدر الحاجة لنقل الحدث نعم سيد حلو انفجار بيروت مثال قريب كان صحيح 100% اتفق معك توفر كافة البرامج في جهاز واحد كل التليفونات أقل شيء في أقل شيء حاليا 720 موجود صحيح هالواشي فلترات أكثر في التليفون حمد الملا في ناس تخاف من الكاميرا الاحترافيه قصه بيود درون يود ويبلا اجهزه تعال حط لك ضبط امورك وايد قصه فيها بسرعه حلو اذا احنا عارفين نفس ما قلنا عرفنا في البدايه شو اهميه الجهاز اللي استخدمه في حياتي في نفس الوقت صاير الحين حق تخطيطي هل انا اروح اشتري لي كاميرا والله اشتري لي تليفون هاي السؤال اللي قاعد يصير حاليا اشتري اي منهما فالتوجه صار حاليا لا انا ممكن حاليا ويا الايفون ولا الجهاز الاندرويد ولا الهواوي صار مستوى الجوده والدقه فيهم شيء يخوف شيء احنا ما كنا متوقعين حق 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 موبايل فشو يخدمني الموبايل؟ يخدمني ذي الشيء نفس ما قلت تكاليف اقل قال سيد زعم موضوع الجوده صار اقل التليفون فيه الجوده قليله شيخ تقول ممكن تركب عدسة احترافية حتى موضوع العدسات شيخة خلنا نأخذ موضوع العدسات قبل كن سنتين كان كثير منتشر انك تشتري عدسات إضافية وتركبهم وايد سن وايد أنجل مايكرو الستاندر اللي موجودين حاليا نفس ما قلنا الشركات التليفونات يتنافسوا على هذا الشيء صار العدسات بلتن في نفس الجسم في نفس التليفون
ممكن تحتاجها حق بعض الجو بعض الهواتف الذكية، لكن غالبية الهواتف الجديدة اللي قاعد تطلع صار منها وفيها. سامسونج قالت الحلواتي إن نزلوا كاميرا بس حق تليفون، على خاصة بس حق تليفون. ني حق موضوع صورة الحركة، ناس ما التليفون معاي بتحرك في أي مكان مثل ما ذكرته ممكن أتكلم ذي. موضوع الزوم بتكلم عن حمد الحمار تكلم عن موضوع الزوم. الزوم المشاكل اللي واجهها التليفون. طبعاً الهواوي أطلقوا الميت برو وميت برو 20 واللي عقبهم صار في الزوم أكثر شوية، لكن تبقى مشكلة في التليفون موضوع الزوم كجودة عالية. ممكن تطور دي، ممكن تطور السنوات الجاية، لكن حالياً قاعد تعطينا أرحم من قبل وايد. إني حق موضوع الإبداع والتجريب، الكاميرا أنا خلاص صور فيها مادة رو ماتيريال أو مادة أساسية خام، بروح في لابتوب ثاني أو جهاز ثاني أو ماك إني أنا أستخدم وأطوع المادة وأشوف شنو ممكن تطلع منها. بينما في تليفوني صرت أقدر بعض البرامج تعطيني تمبلت جاهزين، نماذج جاهزة، أختار ذي اللياوت ذي للبرنامج، يعطيني إخراج معين أقول لا أجرب الاسم الفلاني. ناس في الانستغرام أصور صورة أو سناب وأحرك الفلتر يمين يسار. ناس لما طق العدسات، طقيت العدسة وأختار عدسة لين تعجبني الصورة، يطلع لي قرون، يطلع لي صاني برا، يطلع شنو ذي، أختار شنو العدسة اللي تناسب لي. فإذا أعطاني مجال إني أبدع وأجرب. موضوع التجربة هو الأهم في التليفون، إني أنا قادر أشوف اللقطة من الحين، أقدر أشوفها شنو أو لا، أبي ذي اللون، أبي ذي الفلتر، أبي ذي الإضاءة، أبي ذي المستوى من الدقة اللي أبيه. في نفس الوقت موضوع السلامة، نفس ما قلنا دائما التليفون سهل إنك تقطي حرف معين خاصة بعض الأحداث اللي ممكن فيها تكون إشكالية في مشاكل، التليفون دائما يحفظ لي سلامتي أكثر من المعدات الثانية. موضوع 4K نعرف إن معظم التليفونات حاليا خلاص دخلت مجال 4K كجودة عالية، جودة عالية موجودة. طبعا بتقول لي إيش كثر أحتاجها، هاي موضوع ثاني. هل أنا محتاج 4K حق إنستغرام؟ هل محتاج 4K حق يوتيوب؟ يعتمد شنو المادة وشنو المحتوى اللي أنا بقدمه، لأن بعد كل جودة مطلب مني سرعة إنترنت، مطلب عندي داتا باكج شيء معين، إيش كثر أنا برفع، إيش كثر باخذ، إيش كثر بيكون عندي ممر متوفر عندي. فكلها قرارات إحنا نأخذها بعدين. إني طبعا وصلنا الحين على 8K وبعدهم في أرقام قاعد تطلع لنا، لكن تكلم عن مستوى الجوال المتوفر أو العام الموجود، التليفون الموجود. إني عن موضوع السرعة والفاعلية نفس الشيء، مثل ما ذكرت أكثر من شخص مساعة موضوع صار السبيد أسرع بالنسبة لي. الآن أرفع تليفوني يطلع ويانا لايف، الآن تشوفون حدث الفلاني، الآن مؤتمر الفلاني. نفس الشيء موضوع البث المباشر، وبدأ ينتقل لعالم تلاحظون أكثر شيء كنت تميز في أو صار أيام، مو بأيام ونعيب كورونا إحنا، بس اللي الآخر 4 شهور اللي صارت برز عندنا في الانستغرام أو السوشيال ميديا موضوع اللايف. صار الكل يطلع لايف، انا اطلع لايف مع اسامه بحر، اسامه بحر يطلع مع يوسف محمد، يوسف محمد يطلع مع احمد، دعاء تطلع مع احمد، علي العجمان يطلع مع فلان، فكل واحد يطلع مع شخص او مع مسؤول او مع فنان او مع هاوي. فبدينا نحس قيمه اللايف، اللي اول كان قليل يطلع اللايف، اطلع لايف شو اقول بس، اطلع اثور بالسياره واتمشى واقول لهم غير طبعا لذلك. لا صار يطمعون اللايف في مجالنا، اقدم محتوى حق الناس، اطلع مع دكتور من الكويت من السعوديه من الامارات من اي دوله ثانيه، اطلع معاه اقدم محتوى، جمهوره هو يشوفه يشوفوني وجمهوري انا اشوف يشوفوني. فحتى الشعبيه العدد وايد زاد. فاذا كلها اشياء قاعد توفر لي. ذكر من ساعه موضوع ان انا شلون قادر الكاميرا انها لازم اقدر ابث فيها مباشر، عارفين الكاميرا البث المباشر فيها يحتاج وقت، يتطلب جهد، يحتاج اجهزه، ولكن عن طريق تليفون انترنت معقول، ما بقول وايد، لان حاليا حتى بعض البرامج تحاول تقلل تثبت الجوده يعني اقل سرعه انترنت. يعتمد طبعا كل واحد شو شبكته وشو القصه اللي عنده. لا ننسى موضوع رابط الموبايل في الاي كلاود، يعني تضامن الفيديو. اي نفس الشيء كده موضوع التخزين ساعه، ان انا حتى موضوع السورج ان انا خلاص عارف ان انا ممكن من اصور يروح على الكلاود مباشره. تليفوني ممكن احصل عليه اكسس من اي مكان، الكلاود عندي اكثر من تليفون، عندي ايباد تليفون، فخلاص ماتيريال مباشر يروح. اني عندي استفسار، استفسار بخليه بعدين، عندي جالكسي نوت 9 ما شفت تصوير فيه ممتاز. طبعا يعتمد من تليفون لتليفون، وقلنا الحين كل التليفونات فيها يقول لك والله فيها 4K، فيها حتى ال 20 و70 دينار و60 دينار فيهم بعض الميزات الموجوده، لكن يعني كواليتي العدسه
في تصوير في جوده وبالكسيستم موجود، بس لكن العدسه ما تخدمني. انا ممكن في النظام اخلي عندي 4K، لكن اذا العدسه ما تخدمني ك4K ما استفدت شيء. فهني لازم اتجه لش اسمه للتليفون اللي يحقق الهدف مالي ويرضي طموحي ويرضي يحقق الغايه اللي ابي اوصل لها. طبعا شباب طوف اللي بتكلم عنها اني الحلقه الرابعه قلنا ذاك اوكي ذاك نفس الوقت يعني مو معناته ان الكاميرا الاحترافيه مو بزينه مو بعمليه، لكن قلنا كل واحد وشنو قاعد يخدم او شنو قاعد يسهل عليه. ولكن في نفس الوقت ما يصير انا اشتري تليفون نفس ما قلت لك قبل شوي 20 دينار لكن عدسه مالته مو بوايد واضحه. ما يصير اصور تليفون مقطع تليفون عدسته وايد ضعيفه والعدسه الثانيه مصور من ايفون او مصور من هواوي. بعدين لما بركب مقاطعي ممكن تشوفي فرق وايد في الكواليتي، وايد فرق في الالوان. فلازم اكون دائما منتبه حق ذي الموضوع. لا الاي كلاود يرفع الكامل نفس ما هو. كيف اسوي ابديت على الكاميرا؟ لا الابديت الكاميرا يعتمد على قصه لازم غير التليفون كله اذا قصه الكاميرا نفسها. لان هاي قصه لها علاقه بالعدسات نفسها. اني حق العدسات نفس الشيء. في وايد تليفونات رخيصه فيها عدسات فيها اربع كاميرات بعد. تليفون 60 فيه اربع كاميرات. لكن لما تصور ما تشوف زين مو نفس الوضوح، اذا في اربع كاميرات ما في اربع كاميرات. نفس ما قلنا شنو العدسه؟ شنو الشركات؟ تعرفون كل اللي متخصص في مجال موضوع اللايكه ما اللايكه اللي هي الاندرويد الهواء الايفون شنو العدسات اللي يستخدمونها؟ شنو الشركه المعروفه العالميه اللي يستخدمونها؟ فهي ايضا فيهم تنافس. في نفس الوقت موضوع الاهتزاز. اذا انا على سبيل المثال بصور في التليفون نفسه ما عندي ستاند. بس ذي التليفون في خاصيه انه يعطيني هالستابيلتي في ثبات شويه. فاذا ممكن اتجه حق التليفون. موضوع الميكروفون. في تليفونات ميكروفونات وايد قويه وايد واضحه، وفي تليفونات الوضع يكون جدا صعب، في نويز في ازعاج ما راح اقدر اسجل فيها. فما يصير اروح اصور فعاليه او اسوي لقاءات مع الناس بدون ميكروفون. فهي اشياء لازم انتبه لها. في نفس الوقت موضوع الاضاءه، في تليفونات كشفاتهم زينه واضحه تصور، في تليفونات فلاش وايد ضعيف. فهي ايضا من ضمن القيود او معوقات اللي ممكن نروح اصور في مكان. تلاحظوا موضوع التصوير الليلي، كان تصوير الليلي قبل شبه مستحيل انك تصور في الليل. كل شيء مكسر وكل شيء ما في ولا صوره واضحه تطلع، لكن خلال اخر سنتين او ثلاث سنتين وشيء بل تطلع لنا موضوع التصوير الليلي، صاروا يتنافسون انك تصور صوره في الليل يطلع لك شو اسمه كأنك في النهار، شفتوها واعلنوا عنها وجربتوها بعضكم. فاذا حتى موضوع الاضاءه بدات نشوف قاعد نقل، كل الادوات الاضافيه كنا نستخدمها على التليفون في التصوير بدات تصير داخل بلتين موجوده. اني حق موضوع شو اسمه حتى الفريم ريت مال التصوير بندش عليه بعد شنو قصته حق اللي ما يعرف كمبتدئ بعدين. وين كل منصه ايش كثر تحتاج وشو الافضل وش اللي يساعدني حق السلو موشن وش اللي يساعدني حق اللقطات العاديه، وهل اذا كان 6 سي افضل او كان 30 افضل. كلها اشياء خصائص ممكن تتعرف عليها قبل ما تجربها اول باول. زين سؤال، هاي سؤال خفيف شيء، شنو الاستخدامات الثانيه اللي حق كاميرا التليفون غير التصوير؟ لا حد يقول لي تصوير، لا حد يقول لي فيديو. شنو ممكن تستغل كاميرتك كاميرا التليفون تستغلها في اشياء ثانيه غير ليت؟ لا ليت ما ليت التليفون ما له علاقه. الكاميرا نفسها، انا اتكلم عن الكاميرا. سكان حلو اي سكانر اي حلو سكانر منظره حلو وين منظره اي صحيح. كيو ار كود ريدر حلو اشوف روحي فعلا مكياج غساله لا مو غساله غير عن بعد. الكاميرا اي اتكلم عن الكاميرا. اللوكيشن حلو وفاء اللوكيشن اذا كان شو اسمه تتكلم عنه اللي هو الاوجمنتد رياليتي العالم شو اسمه ميرور كيو ار ريدر مكبر الكاميرا اتكلم عليه. انا اتكلم عن الكاميرا وليس الابلكيشن. ها حاسبه اليه نعم حاسبه صحيح اللي ممكن اصور بعض العمليه لو حابب ما اخر اطلع تطبيقات تصور العمليه الحسابيه وتسوي لك ترجمه انه ممكن اترجمه مجرد ارفع. شفنا شلون جوجل ترانزليتر بدا يستخدم ذي المجال. الباركود قلنا توثيقهم سلال حلو بعد
قياس المساحه حلو منو دلال بلوشي ايه بلن حتى ما اخذ بالانجيز المساحه اني ارفع تليفوني يعطيني حتى كم متر في البيت كم الارتفاع يعطيني حتى المعلومات الدقيقه حلو الستار فايندر موضوع النجوم ان انا ارفع تليفوني واعرف وين النجم موجود البحث عن المنتجات لاحظنا الاسلام مؤخرا انه ممكن تصور شيء تصور القطعه ويدور لك عنها خليفه الساده صور افتراضيه نعم لاحظ في جوجل ستريت مثلا ان انت ممكن ترفع الشاشه ويراويك بالضبط وين الوضع الاثاث بعض البرامج موجوده حق الديكوريشن اللي ممكن اعرف بيكتشر سيرش اللي ممكن اسوي سيرش على الصور انا اصور صوره وخليه يدور عليها حلو اشراف نفس احنا قلنا الموضوع جوجل ستريت حلو يوسف تنصح باشتراء موبايل 3 انزين انا اتجه للاوزمو بوكيت اكثر من الاوزمو موبايل 3 موضوع الاستبلايزر ممكن بتكلم معاه دعاء حلو لا منو كان الدعاء اي دعائي نبض القلب اوكي تحويل وثائق مصوره نصوص اوكي زين نكمل فاحنا عارفين انه وايد في استخدامات حق شنو اللي ممكن الكاميرا تستغلها في اكثر من شيء قلنا كترجمه استفيد منها ما اعرف احد فكر قد مره جرب انه يعدل صور في البيت انه ممكن عن طريق الهارد وير المربعات الشبكه اللي ممكن تعدل فيها حتى تشوف الصور اذا مسيده ولا لا او اي شيء ممكن تعدل فيه موضوع الزوم البزنس كارد لاحظنا خلاص صار شو اسمه الى جانب الكيو ار في وايد تطبيقات مجرد ما اسوي سكان حق البزنس كارد اوتوماتيك هو يصير شو اسمه ياخذ المعلومات يوزعها موبايل تليفون ذي وتترتب اسم الشركه اسم الشخص ايميله دايركت فايضا من الاستخدامات اللي تفعل على مستوى الهواتف الذكيه قلنا موضوع الجوجل سيرش فيو اللي ممكن استخدمه حتى اني انقل تكس بعد مثل ما تقول الخليفه النصوص اصور صوره سكان تتحول الى تكس بعدها نفس الشيء عندنا قلنا موضوع الستريت فيو اللي ممكن انا اشوف الشارع ارفع التليفون او كاميرا التليفون يروني هاي اسم البنايه او اسم المحل هاي عنوانهم هاي اللينك مال الويب سايت مالهم كيو ار ريدر مثل ما ذكرته كلكم من ساعه بعضكم ذكر موضوع الكيو ار ريدر دي موضوع النوت الملاحظات او الاشياء اللي اكتبها اللي ممكن اصورها واخزنها عندي موضوع القياس اللي انا ممكن اقيس بعض الاشياء اللي استفيد منها اني اقيس في بعض الاشياء موضوع الطيران كثير لاحظ لما كان حتى كنا نتذكر او ما طلع لنا ابلكيشن كان بالنسبه لنا شيء كنا نحسب روحنا شنو السي اي اي انك ترفع تليفونك يطلع اسم الطيار شنو الركاب اللي فيها او شنو العدد اللي فيها وين وصلت فكل التقنيات قاعد تساعد الموبايل فيها موضوع الميك اب مذكره خواتي مساعة وشلون انا استغل هذا الشيء في حياتي انزين قبل ما ادخل في ذي المهارات ابي احولها لاسئله اخر ربع ساعه واخر 10 دقائق نخلي اسئله خليني اوقف المحاضره لهني وادخل معاكم في الاسئله شويه خلينا نشوف اللي عنده اسئله يكتب لنا في الشات كان في سؤال من دعاء عن موضوع اسمه موضوع الزوم حمل الحمري الزوم اسمه قلنا في اجهزه وايد عن موضوع الزوم اللي ممكن تستخدمها تنباع حتى بالاونلاين موجوده اللي تستخدم فيها الزوم تعطيك كواليتي لكن بعض التليفونات الجايه اتوقع تكون فيها الزوم اكثر وضوح فيها احنا عاده ما نفضل نستخدم الزوم في التصوير في التليفون لان لما تسوي زوم اوتوماتيك تتكسر الصوره الا اذا كان عندك طبعا عدسات خاصه حق هذا الشيء موضوع الاوزمو او الاوزمو موبايل او الاوزمو بوكيت هو مجموعه معدات خاصه بشركه دي جي اي انا بالنسبه لي افضل دائما الاوزمو بوكيت جوده عاليه بطريقه على كل واحد يقول لي انا مو ابي اشتغل بالسنه الكل يستخدمه الاوزمو موبايل 3 بعد ممتاز لكن انا بالنسبه لي قلنا ككفاءه وكسعر وكاهتزاز اضمن لي اخذ البوكيت بس الاهتزاز لازم ستاند للزوم طبيعي تعرف حمد يعني كل شيء شو اسمه اذا بتاخذ اقراص ثابته ومكان معين تحتاج تكون انك ستاند ثابت حتى نوعيه الستاندات بنتكلم عنهم بعد بكره موضوع شو الستاندات اللي لازم تساعدني هل اخذ ستاند ب 4 دينار نفسه ب 20 دينار و 50 دينار و 60 دينار ليش بعض المصورين ياخذ ستاند ثقيل اذا بصور برا في مكان في هواء بنشوفه بكره ان شاء الله
برنامج حق الديكور. اوكي ديكور، شو المقصود في الديكور علي؟ ممكن توضح اختيار نظام الهاتف نفسه اندرويد؟ طبعا قصه الاي او اس او الجسمه، انا بالنسبه لي اي او اس يعني ايفون، استخدام ايفون في كل اجهزتي في كل معداتي اعتقد ان هي ما بقول افضل، لكن انا بالنسبه كل انسان يرتاح مع نظام معين، اللي يستخدمون سامسونج ما يرتاحوا مع الاغراض مع الاندرويد، او العكس قصدي سامسونج ما يرتاح مع الايفون في طريقه التعامل. الاندرويد جماعه سامسونج والهواوي يمكن في مجال الكاميرات قاطعين شغل وايد عود كقوه واداء، لكن توقع الكل قاعد يسمع الكل قاعد يتنافس في هذا المجال. نيجي حق موضوع افضل منصه لنشر الاخبار في البحرين، انستغرام. في البحرين انستغرام هو الاكثر شعبيه او الاكثر استخداما او اكثر تداول. تويتر كان فتره معينه موجود، ما زال هناك في حركه في تويتر. بنتكلم بعد بكره عن شو المنصات اللي احنا المفروض وين نخلي محتوانا، وين نخلي جسمي. اذا انا قررت على سناب شات المفروض ان كل لقطاتي تصور بالطول على سبيل المثال، اذا انا انستغرام خلاص حصحن عندي اي جي تي في، لكن اذا عندي مقاطع اقل من دقيقه لازم اخليها على قلب العرض. زين انزين، بس بسألك علي ما موضوع شو اسمه البرامج تستخدم في الديكور، نماذج تعطيك حتى موضوع هي حتى تقصد في الديكور حتى في الصبغ، انك تطق على الشاشه تصور الطوفه وتطق اللون يعطيك اللون على الطوفه تشوفه قبل، لكن مو حجم الدقه هي شويه يفرق. شنو احسن اضاءه حق التليفون؟ طبعا موضوع الاضاءه وايد في اشياء، بكره بتكلم على الادوات اللي موجوده، ممكن نعيد بعض الاشياء. الكشافات في وايد انواع واشكال اللي ممكن تستغلها ككشافات تستغل، الستاندات نفس الشيء. مشكور اخوي رائد، ان شاء الله باذن الله بكره ان شاء الله نواصل معاكم في الجزء الثاني، وهناك في دورات اخرى ان شاء الله في هذا المجال. اذا دخلتوا ويب سايت الوزاره بتشوفوا في وايد، حتى البرامج اللي تكلمت عنها اليوم او البرامج اللي بكره بتكلم عنها راح تكون حق كل برنامج دوره متخصصه مدتها ساعتين، محاضره متخصصه مدتها ساعتين بحيث تعرفون. طبعا هذه المحاضره جزئين بتكون يوم وبكره، انا ودي اياها تكون اطول، لكن ان شاء الله بيكون يومين، واليوم الثالث بيكون مفتوح، يعني بيكون الفتره مفتوحه، اي احد يدخل في هاي الفتره يتكلم يسال سؤاله ويطلع حسب ما بنتفق بكره مع بعض ان شاء الله. اني حق كيف تتجنب صوت الوشه في او الهواء؟ الهواء في مايكات يوسف وايد اللي هو شو اسمه الويند شيلد، او تستخدم بعض الاشياء، انا قاعد اطالعني وتهني، في وايد مايكات واشياء خاصه اللي ممكن تستخدمها اللي تقلل لي موضوع الهواء او النويز نسميها او الازعاج في مجال التليفون. بعض المايكات قلنا قويه، لكن الافضل انه يكون عندي قطع خارجيه تضمن الضيف موجود مركب له صح او الشخص اللي قدامي، او استخدم بعض المايكات بالوصلات الصح تعطيني جوده عاليه في الصوت. هل حجم الصوره في الموبايل يؤثر على الشاشه مثل التلفزيون؟ نعم، لكن قلنا التليفون ممكن تسوي فيه محتوى يليق بجوده يطلع على قناه اخباريه عالميه، ما عندك مشكله. حاليا كل الناس ما قلت لكم موضوع الجوده، اذا العدسات قاعد تتطور التصوير قاعد يصير اكثر وضوح اكثر دقه، الكواليتي قاعد يصير اعلى، فكل المحتوى اللي نصوره في الموبايل يا ما نحط على التلفزيون. وقلنا يمكن اللي صاير حاليا ان انت كمشاهد بديت تتقبل تشوف محتوى مكتوب لك، يعني تعرف انه قاعد يتصور من تليفون، او مثل بعض البرامج بده يحطون حتى اقسام خاصه انه صح من المواطن، افلام المواطنين، افلام المتابعين، فانت اي خلل في الفيلم بتشوفه مكسر تعرف انه عادي، بس انت شفت المشهد. لكن هناك نعم التليفونات قادره انها تصنع محتوى خاص بالتلفزيون او يبث على التلفزيون. المعدات اللي ما تتميمي بكره ان شاء الله، المعدات هي تقريبا 7 أو 8 سلايدات خاصه بس حق المعدات، وراح نوفر لكم روابط من امازون او من اي بي او من بعض المواقع، ولك الحريه، احنا مجرد بس قاعد نخليكم بس اسمه في الصوره شو الاشياء اللي ممكن تستخدمها باقل الاسعار، شو الادوات ارخص اسعار اللي ممكن تخدمني في مجال عملي او ممكن اطلبها، وبنشعر في تفاصيل انه هل انا اصرف على الوزاره والله ما اصرف على الوزاره. انا دائما اقول عندي قناعه، دام انا بستخدم الابداع مرتبط باسمي انا كشخص، انا كموظف ولدي ما يمنع اني يشتري مايكاتي واشتري عدتي واطلع بمحتوى يليق باسمي كأنا كموظف في الوزاره. احيانا ممكن ادفع دولارين او 3 أو 4 اشتري بعض التطبيقات او بعض الفلاتر او بعض الابلكيشن بما يخدم مهمتي ويخدم اسمي، بحيث سمعتي يقول من سوى هذا الفيديو، من دي فلان 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 فلان، اكيد راح يكون في له انعكاس على المستوى الشخصي او المستوى المهني،
هاي بعد ممكن لا بحاول وين ندخل فيه. إنزين الغلاف المايك نعم عبد الله أوكي تسلم بوس أقصد إيه نعم بتفيدك وايد الميكروفون يوصل يفيدك وايد أستخدم نعم الحلواتي تستخدم أزر بوكت نعم أستخدمها وايد وجدا عملية وفي لها بعض الأشياء العيوب قصة الشارج والكهرباء شوية لكن كعملية فعلا عملية يعني تستحق التجربة. خليفة السادة شكرا لك ما قصرت. المعدات ما تكلم منها بكرار بكرة إن شاء الله المعدات كلها قلت لكم سلايد خاص بيها. أوكي استخدمت أوزما أكشن رود لا ما استخدمته الإكستنشن الإكستنشن جربته نعم. مثل كود مال زوم اليوم حق باكر نعم الكود نفس الدعوة نفس الكود نفس الباسورد بيكون حق محاضرة بكرة بإذن الله إن شاء الله. نورة تقول كيف تقنع المؤسسة بأهمية صحافة الموبايل في ظل وجود الكثير من صحفيين الطراز القديم الذين يخافوا التغيير. للأسف نورة الواقع في البحرين حقوش حاليا تم اتخاذ إجراء في وايد مؤسسات الصحفيين الإعلاميين في صحفيين اللي كانوا اللي تسميهم الطراز القديم الطراز الأصلي بالكتابة للأسف صار في استغناء الكثير لأن وضع المؤسسات تغير يعني حتى مستوى الصحفيين في الحالين أقل صار الاتجاه للصحافة المرئية وصحافة الموبايل وصحافة الإعلام الإلكتروني أكثر من الصحافة الورقية والصحافة الأصلية الورقية. مشكور يا حمد ما قصرت. حلوة يعطيك العافية تستخدمها ممتازة حلو عساكم على القوة. استمتعت وياكم صراحة جدا اليوم صراحة كانت ما حسيت ان ساعتين ما شاء الله راحت سريع ما قدمنا لحد لكن جزء ممكن قدمت 30% من الدورة او محتوى الدورة. الوقت جدا ضيق عارف انه ضيق ما يكفي لكن بنحاول مع بعض ان نسرع شوي شوي. شكرا لكل شخص كتب حرف او تفاعل في محاضرة اليوم. اتمنى اشوفكم بكرة وعساكم على القوة ومثل ما وعدناكم راح ان شاء الله يكون في يوم ثالث لأي شخص حاب يتصل أو يتواصل أو يسأل عن موضوع معين أو خاصية معينة نوعدكم نحن كوزارة إعلام أو على مستوى الشخصي نحاول قد ما نقدر نوصل رسالتنا بأي طريقة بما يخدمكم أنتم ويحقق أهدافكم. عساكم على القوة وفي حفظ الله.